طبعا كل الناس قاعده مستنيه نتيجه الثانويه العامه، وده بقى الطبيعي بالنسبه لاولياء الامور وبالنسبه كمان للطلبه. لكن خلينا برضو نقول ان اللي حصل حصل، اللي انت عملته في الامتحان هو اللي هتشوف نتيجته في النهايه، فبلاش توتر. لكن مع حاله التوتر الموجوده كمان، ده بيخلي الناس او بيدفعها لان هي تروح على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع اللي موجوده على الانترنت عشان تشوف بقى ايه، تشوف بقى نتائج، وللاسف نتائج مش حقيقيه ونتائج مزيفه. النتائج اللي احنا شفناها، ويمكن انا دخلت على موقع من هذه المواقع لقيته كاتب نتيجه اوائل الثانويه العامه لعام 2023. دخلت على الموقع جوه لقيته طبعا عمال يكتب في معلومات ملهاش علاقة خالص بالنتيجة، وفي نهاية الصفحة بتاعته لقيته حاطط صورة لأوائل الثانوية العامة كاتبين بقى بره في العنوان بالاسم والصورة، فدي حاجة تطمع وتشجع الأهالي إن هم يدخلوا عشان يشوفوا نتيجة الثانوية العامة. لقيت الصورة اللي في نهاية الموقع جايب نتيجة الثانوية العامة بتاعت 2022 أوائل 2022، وكاتب هذه الصورة بقى، ده جوه بقى، يعني سيبك من العنوان اللي بره حاجة، اللي جوه حاجة تانية خالص، كاتب إن دول أوائل 2022 وسيتم تحديث هذه الصورة بعد ما تعلن النتيجة ونعرف مين هم الأوائل. طبعا وزارة التربية والتعليم باستمرار بتهيب بالناس وبتهيب بالأهالي بعدم الانسياق وراء هذه المواقع. أي موقع بقى تلاقي فاتح يقول لك دخل رقم جلوسك عشان تاخد النتيجة، كل الكلام ده عاري تماما عن الصحة، وأكدت على أن القائمة المنشورة لا علاقة لها بأوائل الثانوية العامة، وأن القائمة المنشورة كمان ده في قوائم تانية، يعني في قائمة كمان لعام 2015، يعني دي قائمة اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيها، دي 2022 يمكن محدثة شوية، في واحدة تانية بقى 2015. لكن النتيجة خلاص الوزير كان أعلن قبل كده أن نسب النجاح الحمد لله عالية وكويسة مش وحشة مقارنة بالسنوات اللي فاتت، أعلن أن النتيجة هتعلن في بداية هذا الشهر، وكان في مفروض مؤتمر النهاردة يعلن فيه عن الأوائل، لكن المؤتمر تأجل. عايزين نعرف المؤتمر اتأجل هيبقى امتى وتفاصيل اعلان النتيجه. معانا محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. يا استاذ محمود مساء الخير عليك. يا استاذ مساء الفل. يا اهلا بيك. المؤتمر الاول عشان بس ايه نطمن الناس، المؤتمر اتاجل امتى لو عندك معلومه؟ هو ما فيش مؤتمر اصلا كان متحدد له النهارده كمان، مع اخر يوم في امتحانات الثانويه العامه كانت لجميع الطلاب ادبي وعلمي وعلم علوم وعلم رياضه. وزير التربيه والتعليم سجل فيديو اذاعه مجلس الوزراء ان نتيجه الثانويه العامه هتكون في اول اغسطس. وبالتالي زي ما حضرتك كنت بتقول، المواقع بعض المواقع والسوشيال ميديا هبلوا اولياء الامور. احنا عندنا 785,000 طالب في ثانويه عامه، يعني 785,000 بيت مصري عندهم ثانويه عامه. تمام؟ كل شويه يا رقم الجلوس خلال نتيجه الثانويه العامه خلال ساعات، دخل رقم جوزك وحصل على النتيجه، اوائل الثانويه العامه وما الى ذلك. خلينا حضرتك بس في الاول بعض المعلومات المؤكده عن نتيجه الثانويه العامه. اعتماد نتيجه الثانويه العامه ان شاء الله باذن الله هيكون يوم الاثنين القادم بعد بكره. تمام. الاعتماد هيكون يوم الاثنين، اعلان الاوائل هيكون يوم الاثنين بعد اعتماد النتيجه، واعلان النتيجه بشكل رسمي هيكون يوم الثلاثاء ان شاء الله باذن الله 1 اغسطس. ربما تزيد ساعتين، ربما تقل ساعتين، ولكن مجلس الوزراء اعلن من نهايه الامتحانات، وزاره التربيه والتعليم اعلنت من نهايه الامتحانات ان نتيجه الثانويه العامه في بدايه اغسطس. فبالتالي من يسال عن حاله الهلع والخوف اللي عند الاهالي هي مواقع التواصل الاجتماعي من ناحيه، والانسياق وراء صحيح. هذه ما هو الاهالي لو ما دخلوش على هذه المواقع فمش هيكون عليها ريتش، فبالتالي هيبطلوا نشر هذه الاخبار المزيفه. بس خلينا برضو نقول ان الاهالي معذورين، يعني حضرتك عارف انت القاعده بتاع الغريق بيتعلق في عشايه، ولكن بما ان هم بيتعلقوا في عشايه فاحنا ممكن نديهم معلومات تطمنهم جدا. يعني نسبه النجاح السنه دي مرتفعه عن السنه اللي فاتت وعن اللي قبلها، المجاميع مرتفعه عن السنه اللي فاتت وعن اللي قبلها. كان في مكالمه بيني وبين الدكتور رضا حجازي من شويه، هو قال لي هتشوفوا نتيجه السنه دي هتفرح كل بيت في مصر. ده جزئيه مهمه جدا. ده الجزء الثاني، من يعادي الطالب في وزاره التربيه والتعليم او في الجهات المغطاه بالتعليم؟ لا احد يعادي الطالب. فبالتالي في شفافيه، وزاره التربيه والتعليم اعلنت النهارده واعلنت امبارح وبتعلن نسب النجاح اول باول. الاسئله اللي كان عليها خلاف في الامتحانات في بعضها توزعت درجته، وفي بعضها الطلاب حصلوا على الدرجه كامله فيه، فبالتالي هناك مراعاه للطالب في كل انحاء منظومه الثانويه العامه من الامتحان للتصحيح وما الى ذلك. طيب. اليوم النهارده اللي كان بعض كاتب ان في مؤتمر صحفي اعلان النتيجه اليوم، النهارده اصلا وانا بتكلم حضرتك دلوقتي الوزير والمساعدين والدكتور الاستاذ خالد عبد الحكم والدكتور رمضان وكل المسؤولين عن نتيجه الثانويه العامه قاعدين دلوقتي في المدينه التعليميه بيحصروا الاوائل، ويوم حتى يوم الاثنين مفيش مؤتمر صحفي، والثلاث ربما ما يكونش في مؤتمر صحفي. ربما تكون في كلمه مسجله او مؤتمر صحفي،
للوزير، ولكن اعلان النتيجه بشكل رسمي يوم الثلاث ده امر مفروغ منه، اعتمادها واعتماد الاوائل يوم الاثنين ده مفروغ منه. تمام. طيب انت اتكلمت بس عن نقطه دلوقتي وانت بتتكلم عن التصحيح، تصحيح المواد وتجميع الدرجات، هل الموضوع كله بيتدخل فيه العنصر البشري ولا في جزء مثلا بيبقى الكتروني خالص؟ بص حضرتك، احنا دلوقتي عندنا الامتحان 85% اختياري، فده بيتصحح الكتروني، و15% مقالي، ده بيتصحح يدوي. ولكن هذا العام تم استحداث حاجه آلية جديده، ان كل ورقه سواء الكتروني او ورقه او مقالي، سواء اختياري او مقالي، اثنين مدرسين بيصححوها ورا بعض. في حاله ان هم الاثنين اجمعوا على نفس الدرجه للطالب، الطالب ياخدها. في حاله ان هم اختلفوا على درجه للطالب، يدخل خبير ثالث عشان ياكد حق الطالب فيها او يلغيها. حلو. وبالتالي كل طالب دي حاجه الطالب. طبعا طبعا يا استاذنا، ما فيش حاله حد خلق حاله القلق اللي موجوده دلوقتي غير السوشيال ميديا. يعني وزاره التربيه والتعليم طلعت قالت يا جماعه النتيجه في 1 اغسطس، مجلس الوزراء طلع قال يا جماعه النتيجه في 1 اغسطس، النهارده الوزاره مطلعه بيان بتقول يا جماعه تحرر الدقة لسه في مرحله التدقيق، امبارح مطلعين بيان مجلس الوزراء اول امبارح نفي الشائعه. طب الدوله هتعمل ايه تاني والجهات المناطقه هتعمل ايه تاني؟ يا جماعه اطمنوا، النتيجه يوم الثلاث والوزير هيعتمدها يوم الاثنين وهيعلن الاوائل يوم الاثنين، نسبه النجاح مرتفعه، المجاميع مرتفعه عن العام الماضي. هل دي مش رساله كافيه لطمانينه اولياء الامور؟ طبعا، ومش واحد بس اللي هيصحح، ده واحد زي ما انت قلت وواحد ثاني، ممكن واحد يدخل يفصل. طبعا مفيش حاجه اسمها لجان الاكابر، مفيش حاجه اسمها الطلاب كانوا بيغشوا مع بعض، مفيش حاجه. احنا كل اللجان اللي كان فيها امتحانات كانت مراقبه بالكاميرات، وكان في غرفه مركزيه للكاميرات دي في وزاره التربيه والتعليم، ما يشبه الفار بتاعت الكوره. طب ده حلو قوي. لو طالب مثلا ما عجبتوش النتيجه، مش مقتنع بيها، او يعني ما كانش بيذاكر وكان بيقنع اهله ان هو بيذاكر وقال لهم نعمل تظلم، لا الدنيا بتمشي ازاي؟ حاجتين يا استاذنا بقى في كلام حضرتك، حاجتين. في طالب حاسس بالمظلوميه، فبالتالي عنده التظلم، هيقدمه، هيروح يشوف ورقته، هيطلع عليها ويشوف اجابته، كل حاجه. انما طالب خايف من اسرته عشان خاطر هو كان واعدهم بمجموع كبير وجاب مجموع صغير، هل تتحملها الدوله المصريه والجهات المصريه؟ لا طبعا، بس هو هياخد نفس الخطوات برضه، هيروح يقول لاهله عشان نعمل تظلم. لا، النتيجه لو اعلنت يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله، هتكون في المدارس يوم الخميس هيبدا التظلم من يوم الاحد. يحق لجميع الطلاب التقدم بمتظلم. والسنه دي اقول لحضرتك معلومات مهمه جدا في موضوع التظلم، هيبقى في كنترول للتظلم في كل محافظه عشان الاهالي ما يروحوش في الجو الحر ده كلهم لكنترول واحد. هيجي لك كنترول في محافظه المنوفيه، وكنترول في اسوان، وكنترول في شمال سيناء، وكنترول في كل حته. اتفضل روح قدم التظلم بتاعك عن طريق الدفع الفوري، وهتشوف ده ورقتك، هتقول هي ولا مش هي، ودي السؤال اللي انا مجاوبه ولا مش هو، لان انت تطمئن بشكل كامل. فبالتالي كل ما هو يطمئن الطالب ويطمئن ولي الامر، الدوله المصريه موفراه بشكل كبير جدا، وهي والجهات المنوطه بالمنظومه التعليميه. طيب ده عظيم جدا. بعد كده بقى ندخل بقى في قصه التنسيق بعدها. دلوقتي نفس حاجة بتقوله في فكره اعلان النتيجه، ظهر دلوقتي فعلا، تخيل ان في مواقع وبعض الصفحات تنشر الان التنسيق بتاع الطلاب. هل الريتش كمان والجري ورا الترند يا استاذنا استخف بيه قلوب الناس لهذه الدرجه؟ طيب هو مش المفروض يعني ان المكاتب التنسيق بتشتغل بعد النتيجه ما تعلن؟ مظبوط. طب ده الف ب الف ب، انها بيطلع لك ايه المؤشرات المبدئيه لكليات الطب وكليات القمه، دي مؤشراته هو. ايوه، عايز حاجه بس بص، هو بيحصل ايه برضه في التنسيق يا استاذنا؟ وزاره التربيه والتعليم بتعمل حاجه اسمها الشرايح. الشرايح دي بتاخدها تبعتها لوزاره التعليم العالي، تسلمه النتيجه بشكل شرايح. لو كليات الطب بتتطلب 23000 طالب، فبندي له شريحه فيها 24000 طالب اللي هم الاوائل. دول اتفضل، دول اللي ممكن تعلن عنهم ان هم دول بتوع الطب. دول بتوع الصيدله، دول بتوع الهندسه، وبناء عليه التنسيق بتاع التعليم العالي يبنى على شرائح وتنسيق التربيه والتعليم. النهارده اللي بينشر تنسيق كليات قمه ده، يا اخي تيه الله في اللي انت بتعمله في الناس ده، مش ممكن. والاهم والاخطر، المواقع شغاله دلوقتي، يقول لك ابعت لنا رقم الجلوس وحول ب 100 جنيه مش عارف ايه واحصل على نتيجتك فورا. هتجيبوها منين؟ يعني النتيجه موجوده دلوقتي للأسف تحت عين الاجهزه الامنيه وتحت عين الجهات المنوطه في المدارس التعليميه في اكتوبر، وقاعد دلوقتي الوزير وانا بكلم حضرتك وكل المساعدين وما الى ذلك. الراجل اللي قادر يخترق المنظومه ويجيب نتيجه مستحيل مقابل 100 جنيه، 100 جنيه يا راجل، طب غليها شويه مستحيل. يعني 100 جنيه ده قليل قوي. صحيح. طيب انت كصحفي متخصص في شؤون التعليم، ملاحظ ان نسبه دايما الاوائل بيكونوا من المدارس الحكومه؟
بص حضرتك الاوائل البنات كمان عشان برضو نديهم حقهم من البنات كمان. معلومه مهمه برضو ان الحصر المبدئي بتاع الاوائل ما بين 35 ل 40 الف طالب دخلوا دلوقتي في مرحله المراجعه النهائيه، ربما يكونوا 35 وربما يكونوا 40 او ما بينهم. ده جزء. الجزء الثاني طلاب المدارس الحكوميه وخصوصا التجريبيه تبع وزاره التربيه والتعليم هي اكثر المدارس اللي بيطلع منهم شريحه الاوائل. السنه اللي فاتت واللي قبلها يمكن فكره الولد والبنت، الولد تفوق شويه، خلاه منحازين للراجل شويه بقى، ادي له حقه. طب والله كويس، رفعوا راسنا. الحمد لله يعني. فالسنه دي الحصر النهائي بيتم، النهائي بيتم النهارده ان شاء الله باذن الله بالليل او بكره الصبح بالكثير هيكون قائمه الاوائل خلصت بشكل كامل. تمام. عايز بس اوجه رساله للجميع ان مش وزاره التربيه والتعليم بس متحكمه في النتيجه ولا جهه معينه، ده بيتم رفعها الى اعلى الدرجات في الدوله للاطمئنان على صحتها عشان خاطر في الاخر كل طالب يبقى حاصل على نتيجته مظبوط. طيب ما فيش نتيجه دلوقتي لسه يوم الاثنين او يوم الثلاث؟ مفيش تنسيق دلوقتي عشان الناس اللي كانت يوم الاثنين الاعتماد، الاثنين الاعتماد والنتيجه يوم الثلاث. استنوا النتيجه يوم الثلاث ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الرحمن الصحفي المتخصص في شؤون التعليم. زي ما قال لكم النتيجه هتعتمد يوم الاثنين وهتطلع يوم الثلاث بالنسبه للاوائل، وبعديها على طول نتيجه باقي للطلبه. يا ريت بلاش ننساق وراء الاخبار، يا ريت لو عايزين نتابع او نعرف النتيجه او نعرف لو في جديد مثلا، يعني لو وزاره التربيه والتعليم قررت تاجل يوم لسبب او لاخر، فاحنا عندنا الصفحه الرسميه لوزاره التربيه والتعليم موجوده على الفيسبوك، وبما اننا قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعه فممكن نكلف نفسنا شويه وندخل على الصفحه الرسميه ونشوف اعلنوا ولا ما اعلنوش. على كل لسه عندنا تفاصيل كتيره، لكن دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. بقى لنا يومين بنتكلم مع حضراتكم عن القمه الروسيه الافريقيه ونتائج هذه القمه اللي انتهت امبارح والمشاركه المصريه القويه في هذه القمه. النهارده سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجع الى ارض الوطن بعد هذه المشاركه في هذه القمه المهمه جدا في نسختها الثانيه واللي عقدت بمدينه سان بطرسبرغ في روسيا الاتحاديه. الرئيس شارك في عدد كبير من الفعاليات خلال القمه، طبعا من ضمنها الاجتماع الخاص بمبادره الوساطه الافريقيه لتسويه الازمه الروسيه الاوكرانيه. كمان القى كلمه حملت عده رسائل طبعا بشأن العلاقات الروسية الأفريقية ده خلال الجلسة العامة، إلى جانب طبعا مشاركته في اجتماع الرئيس الروسي مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، ده طبعا بالإضافة بقى لمشاركته في المنتدى الاقتصادي ذات الطابع الإنساني واللي عقد على هامش هذه القمة. وكان في لقاء قمة أيضا مع الرئيس الروسي واللي تضمن تصريحات غاية في الأهمية بين الزعيمين تؤكد عمق علاقات التعاون اللي وصلت ل 80 سنة منذ تدشين هذه العلاقات مع روسيا. عايزين نعرف أهم مخرجات هذه القمة، طبعا احنا ما شفناش بيان واضح لكنه كان بيان ضمني من خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووعوده لدول القارة الأفريقية بمزيد من الاستثمار بمزيد من التنمية خلال الفترة القادمة. معنا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير عليك. أهلا بك استاذ. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم ونعرف السادة المشاهدين أهم ما خرجت به هذه القمة. يعني بالطبع القمة الروسية الإفريقية الثانية جاءت في توقيت مهم وذات مخرجات مهمة سواء على مسار العلاقات الروسية الإفريقية أو على مسار العلاقات المصرية الروسية، وهي علاقات حقيقة علاقات متميزة كما أنت أشرت. يحتفل البلدان في أغسطس أو الشهر المقبل بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية، وهي علاقات تشهد الآن فترة ذهبية ثانية بعد الفترة الذهبية الأولى في خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي عندما كانت الاتحاد السوفيتي داعما لمصر ضد العدوان الثلاثي بناء السد العالي داعما لتسليح مصر في حين، ولكن هناك فترة ذهبية في عهد الرئيس السيسي والرئيس بوتين تتلاقى فيها الرؤى وتنطلق من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الجانبين. هي علاقات متميزه اقتصاديا، يعني على سبيل المثال حجم التبادل التجاري 6 مليار دولار هو ثلث حجم التجاره بين روسيا وكل افريقيا حقيقه. هناك مشروعات روسيه ضخمه في مصر في محور طبعا مشروع الضبع النووي، هناك محور المنطقه في قناه السويس المنطقه الصناعيه الروسيه،
لكن المهم هنا استاذ شاذلي وان هذه القمه والمسار الثنائي فيما يتعلق بمصر وروسيا وتاتي في سياق الشراكات المصريه المتعدده والمتنوعه مع كافه الدول منها بالطبع روسيا في اطار تنظيم دكتور احمد استاذن حضرتك بس لو تغير المكان اللي انت موجود فيه عشان نسمعك بوضوح. تقوم على دبلوماسيه التنميه التي تقوم على تغيير المصريه الشهيده الشعبيه ونزليها في خدمه التنميه في الداخل في جذب الاستثمارات الاجنبيه ومنها بالطبع الاستثمارات الروسيه، وهذا في نهايه المطاف هيكون له عائد على المواطن المصري في توفير فرص العمل في التكنولوجيا الجديده في تحقيق التنميه، وهذا هو الربط بين السياسه الخارجيه والسياسه الداخليه، ولذلك هذه القمه وهذا المحفل كان مهما لمخرجاته دعم وتعزيز علاقات مصر مع روسيا كدوله مهمه في النظام الدولي مهمة في التكنولوجيا في موضوع الامن الغذائي في الزراعه وغيرها من المجالات، بالتالي طيب هو الصوت مش واضح شويه دكتور احمد، بس انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في نقطه برضو غايه في الاهميه من حديث القاده الافارقه، وهنا عايز استشهد بكلمه الرئيس الاريتري اسياس افورقي. الراجل هو بيتكلم قال انه اهم حاجه لما نلتقي في القمه القادمه وليكن العام القادم، طبعا هو عارفين ان هذه القمه تعقد كل 3 سنوات، قال المهم ان احنا لما نلتقي نكون احرزنا تقدم بالفعل على ارض الواقع، اهم حاجه يكون عندنا جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لانه هو عنده خلفيه مما حدث من وعود من دول عديده للقاره الافريقيه، لكن حضرتك شايف ان روسيا حليف مختلف او شريك مختلف في هذه المرحله. يعني بالطبع استاذ شاذلي روسيا لديها مصلحه جوهريه في تعميق علاقاتها مع الدول الافريقيه، يعني الان العلاقات قائمه على ماذا يمكن ان يقدمه كل طرف الى الجانب الاخر. افريقيا تحتاج الى روسيا وروسيا تحتاج لافريقيا، وهذا هو العامل الذي بيدفع دائما الى ان تقوم روسيا بتنفيذ الوعود او المشروعات. يعني القمه خرجت بمخرجات توقيع اتفاقات ثنائيه اقتصاديه بين روسيا ودول افريقيه عديده في مجالات الطاقه، في مجالات الامن، في المجال العسكري، في مجالات الامن الغذائي وغيرها من الموضوعات التي هي قابله للتنفيذ، يعني هناك مصلحه جوهريه. يعني الان روسيا تحتاج افريقيا كقاره واعده، قاره بكر هي قطره الاقتصاد العالمي، ناحية سياسية هي كتلة تصويتية مهمة في الأمم المتحدة في ظل صراع الاستقطاب الحالي في النظام الدولي، روسيا تريد كسر هذا الحصار الغربي والعزلة الغربية التي تفرضها عليها من خلال شراكة مع الدول الأفريقية. وأعتقد أن هي نجحت من خلال هذه القمة. بالطبع نجحت بالطبع، وأيضا في المقابل الدول الأفريقية لديها مصلحة في تعزيز علاقتها مع روسيا، لكن النقطة المهمة هنا أستاذ شاذلي أن انفتاح أفريقيا على روسيا هو ليس موجه ضد الشراكه مع قوى كبرى اخرى، يعني هو في اطار تعدد الشراكات، في اطار سياسه الحياد وعدم الدخول في استقطاب، هناك شراكه افريقيه امريكيه، القمه الافريقيه الامريكيه عقدت في ديسمبر الماضي، هناك القمه الهنديه الافريقيه والصينيه الافريقيه، بمعنى اخر ان افريقيا وهذا هو النهج المصري، يعني تنفتح مع كل دول العالم، مع كل القوى، الاستفاده من المزايا النسبيه لكل دوله ولكل قوه. روسيا لديها ده عظيم جدا يا دكتور احمد، حاله التنافس الدولي والاقليمي على التعاون مع القاره الافريقيه، ازاي ممكن تستفيد منه هذه القاره؟ بالطبع هذه نقطه مهمه، لان مصر استطاعت بتغير المعادله القديمه ان افريقيا ليست فقط مجرد سوق لتصريف المنتجات او مصدر المواد الخام او مصدر الاختراعات والعنف والارهاب، وانما الان الكل يتسابق على افريقيا، افريقيا هي القاطره القادمه للاقتصاد. لكن هذا يحتاج ايضا نقطه امرين مهمين، هو لكي تفعل وتوظف الاستفاده القصوى من هذا السباق الدولي من روسيا من الصين من امريكا من خلال امرين، الامر الاول هو توحيد الرؤى الافريقيه، نتكلم عن 54 دوله متباينه فيها المواقف السياسيه في تباين التطور الاقتصادي، وبالتالي هناك حاجه رؤيه، لان عندما اتكلم عن روسيا قوه واحده بينما في المقابل افريقيا كتله 54 دوله صحيح. كتله كبيره يعني متعدده، الامر الثاني ايضا لكي توظف وتستفيد من هذه الشراكات الاقتصادية عليك أن تحقق الاستقرار في الداخل، يعني طالما استمرت الصراعات والإرهاب والحروب في أفريقيا هذا سيعرقل وسيبهض أي محاولة للتنمية صحيح. لأن البيئة التنموية لا يمكن أن تتحقق في بيئة صراعية، وبالتالي على أفريقيا أن تسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، تسمية النزاعات، مواجهة الإرهاب، هذا سيمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية والدول المتقدمة ومواجهة بقى تحديات مثل التغيرات المناخية والتصحر والجفاف وأيضا التحديات الهجرة غير المشروعة، عندما تتحول أفريقيا إلى بيئة جاذبة لن تستخفي معها الهجرة الغير مشروعة، وهذه هي الرؤية المصرية، فكرة المعالجة من المنبع أو المعالجة من البذور.
ان تحقيق التنميه يتطلب الدول الافريقيه والاعتماد على ذاتها ومساعده الدول الكبرى مثل روسيا الصين الهند والاستفاده من هذه الدول في اطار تنوع الشراكات، وان هذه الشراكات ليست موجهه لاحد او على حساب احد او في سياسه المحاور، وانما هو منطق المصلحه الذي يحكم افريقيا في علاقاتها بالعالم. وهذا ما نجحت فيه مصر حقيقه كمحور ارتكازي كاقتراب بين افريقيا وبين الدول الاخرى. صحيح. دكتور احمد، مصر من المعروف سياستها للجميع انها دوله بتدعو دائما للسلام، والرئيس امبارح في كلمته حث افريقيا على عدم الانخراط في اي صراعات وان تقف بمنأى ومعزل عن كل الصراعات الدوليه، ودي نقطه مهمه جدا بيؤكد عليها المشاركه الافريقيه والمصريه في المبادره لاحلال السلام في الصراع الروسي الاوكراني. بالطبع استاذ شاذلي، مصر تبنت سياسه الحد الايجابي. ماذا يعني الحياد؟ هو عدم الوقوف في المنتصف، عدم هذا الطرف ضد طرف اخر. الايجابي هو ان تتحرك مصر بمبادره ايجابيه لتحقيق التسويه السلميه باعتبار ان الحرب الكل خاسر خاسر، بينما السلام الكل رابح رابح. صحيح. الرئيس السيسي في كود 27 في ختام المؤتمر نتذكر عندما دعا مباشره. صحيح. من المجتمع الدولي والدول الى وقف الحرب. لماذا؟ لان استمرار الحرب ليست فقط أضرار وتداعيات سلبية على طرفيها روسيا وأوكرانيا، وإنما على العالم كله، على الدول النامية، على الدول في أفريقيا، على الأمن الغذائي، الاقتصاد العالمي. يعني العالم لم يعد يتحمل أزمات جديدة بعد جائحة كورونا، هناك الآن تحديات كونية تتطلب العمل الجماعي، التغيرات المناخية، التصحر، وما نشاهده الآن ارتفاع درجات الحرارة، كل هذا بتطلب توجيه الموارد إلى التنمية والتعاون والازدهار والسلام، وبالتالي استمرار الحرب هو فيه ضرر للجميع، وهنا مصلحة مصرية ودولية في إنهاء هذه الحرب. اشتركت مصر في المبادرة العربية، الجمعية العربية في الوساطة بين الجانبين، ثم أيضا في الوساطة الأفريقية والمبادرة الأفريقية الأخيرة، وشارك الرئيس السيسي في اجتماع على هامش القمة، بما يعكس رسالة تؤكد أن أفريقيا تمد يدها للسلام، أنها تتوسط، أن أفريقيا تلتزم بالحياد، وبالتالي هي هتعطيها المصداقية والقوة والاحترام من كلا أطراف الأزمة، من كلا الأطراف، وهذا ما ربما يعزز فرص هذه الوساطة الأفريقية، خاصة أن الرئيس بوتين أعلن انفتاحه وقبوله للتفاوض، لكن تظل الإشكالية هي في من يراهن على الحل العسكري والدعم العسكري وإطلاق أمد الحرب. لكن تظل مصر هي ملتزمة بالقانون الدولي، تقدم مبادئ التعاون الدولي، تحقيق التسوية السلمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وفي إطار الحفاظ على السيادة ومفهوم الدولة الوطنية والابتعاد عن الحروب واستخدام القوة. وكل هذا بيؤكد حقيقة كيف أن في هذا الاستقطاب العالمي الحاد غير المسبوق والذي أدى توتر وعسكرة العلاقات الدولية، هنا يبرز النهج المصري والسياسة المصرية الرشيدة في تقديم نموذج يقوم على تحقيق مفهوم التعاون الدولي، العمل الجماعي الدولي، لأن هذا الاستقطاب إذا استمر سيدفع العالم ثمنا كثيرا حقيقة لهذا الصراع بين القوى الكبرى، يعني بين أمريكا وروسيا، بين أمريكا والصين، وبالتالي الدول النامية الآن وهي تتبع سياسة تحاول أن تكون في منطقة الوسط التي تعمل على تعظيم مصالحها في ظل هذا الاستقطاب. ومن هنا كانت أهمية هذه القمة حقيقة، أهمية الرسائل السياسية والمشاركة المصرية في مبادرات الوساطة الأفريقية، أو فيما يتعلق بكلمة الرئيس السيسي، أن الآن العالم يحتاج إلى التعاون، يحتاج إلى السلام، يحتاج إلى التنمية، يحتاج إلى توجيه الموارد، يحتاج إلى التكاتف مواجهة التحديات المستثمرات المناخية، مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، تسوية الصراعات والحروب، إطفاء الحرارة، كل هذا هذه التحديات لم تعد تخص دولة، وإنما تخص كل. صحيح. تؤثر على كل الدول، أي تهديد الآن ويؤثر على كل الدول، أي صراع في المنطقة يؤثر أيضا على دول العالم المختلف، وبالتالي لابد من النهج التعاوني، وكانت هذه الرسالة المصرية حقيقة والواضحة في القمة الروسية الأفريقية. شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ألف شكر لحضرتك. نروح لموضوع آخر، بكرة إن شاء الله مصر هتستضيف مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هتبحث الفصائل الفلسطينية خلال الاجتماع سبل إنهاء الانقسام. طبعا احنا عارفين أن أكتر مشكلة بتواجه القضية الفلسطينية هي وحدة الكلمة، هي رأب الصدع ما بين الفرقاء الفلسطينيين، ودي مشكلة كبيرة جدا من 2006-2007 تقريبا حتى الآن. مصر بدورها استضافت أكتر من مرة اجتماع للفصائل الفلسطينية لكي يوحدوا كلمتهم عشان يقدروا يتعاملوا، خصوصا في ظل بقى الانتهاكات المتزايدة خلال الفترة الأخيرة من قوات الاحتلال.
طبعا ده الهدف منه هو تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس النهارده في زياره رسميه هتستغرق يومين، من المقرر طبعا عقد جلسه مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده لمناقشه الجهود المبذوله لدفع عمليه السلام وانهاء الاحتلال الاسرائيلي، فضلا عن الجهود الكبيره اللي تبذلها مصر لانجاح وانجاز المصالحه الوطنيه وانهاء حاله الانقسام. معنا للتعليق على هذا الخبر الاستاذ العزب الطيب الطاهر، مدير تحرير الاهرام. يا استاذ العزب مساء الخير عليك. اهلا، مساء الخير، اهلا بيك. يا اهلا بحضرتك. اعتقد انه حاليا يعني احنا في حاجه ملحه لانهاء حاله الانقسام، خصوصا في ظل يعني المناوشات المستمره وفي ظل الانتهاكات المستمره لقوات الاحتلال، وكان اخرها طبعا جنين. بالتاكيد اتفق معك تماما في اهميه الخراطه الفلسطينيه الان أو الفرقاء الفلسطينيين كما ذكرت قبل قليل، في محاولة جادة وسعي حثيث لإنهاء الانقسام المستمر منذ 2007 وحتى الآن، وهو انقسام في حقيقة الأمر أضر بالقضية الفلسطينية، صحيح، أضر بمصالح الشعب الفلسطيني، أضر بالنضال الفلسطيني، وبالتالي هناك شعور حقيقي لتجاوز هذه الحقبة السوداء في تاريخ الفلسطينيين. وعلينا نتذكر أن الدعوة لعقد اجتماع الأمناء العامين الفلسطينيين للفصائل الفلسطينية تم في الثالث من هذا الشهر، في نفس اليوم الذي سن فيه جيش الاحتلال عدوانه الواسع النطاق على جنين المدينة والمخيم، والذي أسفر عن يعني استشهاد أكثر من 12 فلسطيني، فضلا عن مئات الجرحى وتدمير البنية التحتية للمخيم. ومن ثم كانت هذه نقطة البداية، ولكن الحوار الذي سيعقد ظهر غد ويفتتحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بمشاركة ممثلي وقيادات 14 فصيل فلسطيني، الكل مشارك ما عدا حركة الجهاد حتى هذه اللحظة، هناك اتصالات معها مع قيادتها من مصر وأطراف أخرى لمحاولة إقناع مسؤوليها للمشاركة في هذا الحوار. لديها تحفظات على بعض الأمور الداخلية، لكن أنا في يقين أنها يجب أن تشارك في هذه المرحلة، لأن الأمور ما تعترض عليه هو أمر تكتيكي وليس استراتيجي. الاستراتيجي الآن هو بناء وحدة الصف الفلسطيني حتى يمكن بل ورد توافق وطني فلسطيني حقيقي يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة هذا الاحتلال بحكومته اليمنية المتطرفة. غدا سيلتئم الاجتماع كما ذكرت بمشاركة 14 ممثلي فصيل فلسطيني وبرعاية مصرية قوية، لأن مصر وأنت أشرت في مقدمتك إلى هذه الرعاية المصرية منذ أن أدب الخلاف بين فتح وحماس، وهي تقوم تطلع بأدوار مهمة وحوارات في القاهرة واستضافت أكثر من مرة، وهذا الاجتماع هو الثاني بالمناسبة في القاهرة للأمناء العامين، ومقابل ذلك استضافت قيادات من حماس ومن مختلف الفصائل وفتح وتواصلت اتفاقيات، ولا ننسى الجميع دورها كمان يا استاذ العزب في عمل هدنه بعد حالات التصعيد اللي كنا بنشوفها السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. اعتقد ان ده واضح للكل، حتى انه بيتم التنسيق مع مصر تحديدا في كل حاله من حالات التصعيد دوليا. هذا مسار اخر من مسارات الدور المصري فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، دور متعدد المستويات، اولا فيما يتعلق بتقديم الدعم والمساعدة السياسية للقضية الفلسطينية عبر آلية اللقاء القمة الثلاثية تعقد تقريبا بشكل دوري بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني أبو مازن. أيضا هناك الدعم المقدم يعني للدعم المقدم للشعب الفلسطيني من خلال اللجنة العليا المشتركة، عقدت اجتماعين في القاهرة كان آخرها في يعني قبل في مارس الماضي، وتم اتفاق على أن تقدم مصر من خبراتها وجهودها الدعم الكامل لمؤسسة السلطة الوطنية. العنصر الأهم وهو المساندة اليوم القوية للشعب الفلسطيني عندما يتعرض لعدوان من قبل الكيان الصهيوني. رأينا في كل غزوات أو كل اعتداءات الجيش الاحتلال على غزة تقوم مصر بالمصارعة
باجراء اتصالاتها مع الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع الاطراف العربيه والامريكيه لوقت هذا العدوان والتوصل الى هدنه. واظن ان العدوان الاخير في غزه نجح تماما. مصر هناك عنصر ايضا، مصر لا تتوقف عن حد الهدنه لكنها تقوم بتقديم تقوم بالمساعده في اعاده اعمار غزه، وكما راينا لسه في التحسيسي العام يعني في العدوان عدوان 2021 قام بتقديم 500 مليون دولار للمساهمه في اعاده اعمار قطاع غزه، والشركات المصريه بدات بالفعل. اذا هناك دور مصري فاعل ونشط في القضيه الفلسطينيه. ده الدور اللي بتقوم بيه مصر، يعني ده الدور اللي مصر بتتحرك من اجله. لكن تفسيرك ايه لطلب الرئيس الفلسطيني ان هذه الاجتماعات تعقد في مصر؟ دلالته ايه؟ دلالته انه يثق في ان مصر اولا تقف بشفافيه وعلى مسافه واحده من كل الفرقاء الفلسطينيين، لا تضع في حسبانها الا مصلحه القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني والحقوق الوطنيه الفلسطينيه غير القابله للتصرف. وراينا مصر لم تقبل على سبيل المثال بما سعى اليه الرئيس الامريكي السابق ترامب من محاوله ما اطلق عليه صفقه القرن، وبالتالي كان لوقفتها مع الاردن ايضا مع القياده الفلسطينيه، كان هذه الوقفه دور مهم في اجهاض هذه الصفقه. ومن ثم الرئيس الفلسطيني يعتقد او لديه قناعه بان مصر ستوفر اولا الاستعداد اللوجستي لاستضافه هذا الكم الكبير من القيادات الفلسطينيه، وكما نعلم ستعقد هذه الاجتماعات في مدينه العالمين، وهو تطور لاول مره يحدث. كل الاجتماعات كانت تعقد في القاهره، وهو ايضا يعني ينبئ على ان المنطقه هناك قادرة على استيعاب الاجتماعات المهمة على المستويات السياسية العالية كما نرى، في ضوء توافر الأمن، في ضوء توافر الاستعداد اللوجستي، فنادق وقاعات مهمة. ثم أهم من ذلك توافر البيئة السياسية المصرية الاستراتيجية الداعمة للمصالحة الفلسطينية. ومن هنا تأتي يمكن تفسير دعوة رئيس الفلسطيني لعقد هذا الاجتماع في القاهرة، وكما ذكرت هو الاجتماع الثاني لأمناء العامين الفلسطينيين. وأظن أن هذا الاجتماع الذي سوف يستمر لمدة يوم واحد سوف ينتج عنه ما يمكن أن يرضي الشعب الفلسطيني ويرضي القضية الفلسطينية على الأقل في الحد الأدنى. هناك صحيح قضايا خلافية لا يمكن، لكن أعتقد يوم واحد آن الأوان بقى خلاص يا أستاذ عزب إن احنا نطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة زي ما بنقول دايما، ويعني نوحد الكلمة عشان نقدر حتى نخاطب يعني المجتمع الدولي بكلمة واحدة. بالتأكيد أنا تابعت تصريحات معظم المشاركين في الحوار الوطني مجرة اليوم بمناسبة اجتماعات ثنائية بين العديد من الفلاسفة الفلسطينية، حركة فتح وحركة الجبهة الشعبية، كل الحركات شاركت في اجتماعات ثنائية في مدينة العالمين وثلاثية وربما ورباعية، كلها لتمهيد الأجواء الناجحة لتمهيد الأجواء لإنجاح حوار الغد. ولم تبقى كما ذكرت إلا عقبة حركة الجهاد. رأينا الرئيس الفلسطيني عقد خلال يوم الخميس الماضي اجتماعين مع اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في خلال زيارته الأخيرة لأنقرة، وذلك لتمهيد الأجواء أيضا الإيجابية لإنجاح الاجتماع العالمين. ومن ثم الأمور كلها مهيئة، ولكن تبقى التفاصيل هي التي تحول دون التي حالت حتى الآن دون تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها الإرادة والله يا أستاذ عزيز تحت إشراف مصر. بقول حضرتك تبقى الإرادة. ما هذا هو لك، يعني أنا يعني دعني أكون صريحا، إن لم يستغل الفلسطينيون هذه الفرصة التاريخية باجتماعهم على هذا المستوى وفي ظل رعاية من القيادة السياسية المصرية واهتمام من الأجهزة المعنية المصرية بإنهاء ملف المصالحة، ستكون هناك خسارة كبيرة للقضية الفلسطينية، خاصة أن الفلسطينيين يواجهون الآن حكومة هي يعني هي استمرار الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، لكنها الأشد راوة في عدوانيتها. ورأينا أبو يعني نتنياهو يقول قبل أسبوعين تقريبا أنه يعمل ليس لإنهاء الدولة لإنهاء الفكر الدولة، كل تمنياتنا يا أستاذ العزب بإنهاء هذه حالة الانقسام والوصول بالفعل إلى كلمة واحدة. نشكر حضرتك العزب الطيب الطاهر مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك. طيب امبارح كان في مؤتمر مهم جدا اول امبارح لرئيس مجلس الوزراء بيتكلم عن انقطاع التيار الكهربائي بسبب ترشيد استهلاك الكهرباء، وحدد مجموعه كده من او كان في مجموعه من التصريحات
خفض الإنارة العامة طبعا على أساس هذه التصريحات وهذا المؤتمر. وزارة التنمية المحلية بتتابع طبعا تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء في المحافظات اللي قام بيها طبعا خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة الدولة فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة ليها، وطبعا غلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء من ساعات العمل الرسمية. سيتم الاستمرار في تلك الخطة ومفروض نستمر بيها على طول بالمناسبة، يعني غلق الإنارة بعد ساعات العمل الرسمية في أي مصلحة حكومية، في أي مدرسة بعد كده، في الشارع، يعني دي طبعا حاجات لازم كلنا نلتزم بيها، ولازم الدولة تكون حريصة وزارة التنمية المحلية وهي بتنفذ لازم تتعامل مع هذا الأمر بكل حزم. عايزين نعرف كان في اجتماع مهم جدا ما بين وزارة التنمية المحلية ونواب المحافظين عشان نشوف هننفذ هذه الخطة ازاي. معنا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. وخليني ابني على كلام حضرتك، بالفعل مع بزور اليوم مع الوزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه، عقد اجتماع بمقر الوزاره بالعاصمه الاداريه مع الساده نواب المحافظين والساده سكرتير عموم المحافظات المصريه، وده بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارات الكهرباء والأوقاف والشباب والرياضة وهيئة الطرق والكباري والوطنية للطرق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء واللي أصدرها عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي فيما يخص منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض الاناره العامه بالمحافظات المصريه، وده وفقا للظروف المناخيه والارتفاع غير مضبوط في درجات الحراره اللي بتشهدها مصر ودول العالم. اكد معالي الوزير على جديه الحكومه في تنفيذ منظومه ترشيد الاستهلاك بجميع المحافظات المصريه خاصه في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسه والمباني الحكوميه، وده بما لا يؤثر على السلامه العامه لاهلنا في المحافظات المصريه. بمعنى ايه يا فندم لا يؤثر على السلامه العامه؟ يعني هل في اماكن مستثناه؟ طبعا يعني خلينا اقول لحضرتك مطار الكباري والمحاور الرئيسه العلويه طبعا الاناره بتبقى موجوده فيها علشان الفروع والنزول من مثل هذه المحاور، انما طبعا على الطرق الاخرى في هناك نسبه ترشيد وفي الاستهلاك، كذلك غلق الاناره الداخليه والخارجيه بعد انتهاء ساعات العمل الرسميه، وده بيتم الاستمرار في تلك القصه والمتابعه الدوريه لعمليه التنفيذ الخاصه بها. اما فيما يتعلق برضه بجزئيه فصل اناره الاعلانات المضيئه داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسه والفرعيه والكباري والمحاور وعلى العقارات، وده وفقا للتوقيتات المعلنه من الساده المحافظين في هذا الشان. اما فيما يتعلق بالمحال العامه غلق الاضاءه الخارجيه لوجهات المحال التجاريه وقاعات الافراح والاكتفاء بالاضاءه الداخليه. اما فيما يتعلق بالمولات العامه بالنسبه لاجهزه التكييف هو ان تعمل عند 25 درجه مئويه في جميع سواء كنا بنتكلم على مولات او مباني عامه، واستخدام اللمبات الليد والكشافات الموفره للطاقه، كذلك الامر فيما يتعلق باعمده الاناره استخدام الطرق الذكيه بالنسبه لاعمده الاناره وخاصه الخلايا الشمسيه، وكذلك الامر نظام الولاعات اللي هو بيحصل تلقائي مع اول ضوء الشمس والاناره مع الغروب. طيب عظيم يا دكتور خالد، بس في حاجه عايز استفسر عنها بعد اذنك. احنا دايما بنقول للناس ان هم يستخدموا دايما في البيت اللمبات الليد، وبدانا في منظومه تحويل العدادات من العدادات العاديه الى العدادات الكوديه. هل هذه الانظمه سواء هذه اللمبات الموفره والعدادات ده النظام المتبع في المصالح الحكوميه؟ طبعا يا فندم، يعني فيما يتعلق ب احنا المباني عندنا في العاصمه الاداريه كل اللمبات اللي احنا بنستخدمها لمبات ليد، بالنسبه لاعمده الاناره على مستوى المحافظات المصريه استبدلناها خلال الثمان سنوات الماضيه بلمبات ليد موفره، دي وفرت لنا في فاتوره الكهرباء فيما لا يقل عن 9 مليار جنيه خلال الثمان تسع سنوات الماضيه، وما كلفتناش اكثر من 3.6 مليار جنيه. لكن خليني كمان اكد لحضرتك على الجزئيه على ضروره متابعه ترشيد الاستهلاك الكهرباء في سواء في دور العباده المختلفه على ان يتم غلق الاناره والتكييفات بعد الانتهاء من الصلوات،
كذلك الامر فيما يتعلق برضو بنظام العمل بنظام الاونلاين الاحد من كل اسبوع خلال شهر اغسطس، وده فيما يتعلق بالدواوين عموم الوزارات، كذلك بالنسبه للمحافظات. اما فيما يتعلق بالوحدات اللي يعني الادارات الخدميه اللي بتقدم خدمات للمواطنين، عظيم جدا استمرار طبعا عملها، وحتى كمان بالنظام الاونلاين بحيث ان احنا نبقى رابطين كلنا. صحيح يا دكتور، ده كويس ان احنا وضحنا كل هذه الامور. شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزاره التنميه المحليه. مع ارتفاع درجات الحراره والتغيرات المناخيه، العالم كله بيعيش طبعا في موجه حاره جدا غير مسبوقه بسبب التغير المناخي، وبالتالي اول تبعات ارتفاع درجات الحراره هو الاستهلاك المتزايد للكهرباء، سواء بقى من المواطنين او نتيجه ضغط الحراره على الاجهزه الكهربائيه، وده اللي بيسمى بالاحمال المرتفعه. ازمه ارتفاع الحراره طبعا ناتجه عن التغيرات المناخيه زي ما قلت لحضراتكم، وجايه بالتوازي بقى مع ازمه طاقه كمان بيعيشها العالم كله. كان الأزمة كانت موجودة من قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، طبعا جت الأزمة الروسية الأوكرانية زودت الموضوع أكتر، لكن السؤال هل ستستمر هذه الأزمة؟ الإجابة على هذا السؤال في هذا التقرير. مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة، تعاني الكثير من دول العالم من انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي، وذلك تخفيفا للأحمال في ظل موجات الحر وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء. التغيرات المناخية وموجة الطقس الحار وزيادة الاستهلاك عصفت بآمال الأوروبيين في قضاء إجازة صيف هذا العام كالمعتاد، حيث أجبرت تلك الأسباب أكبر اقتصادات أوروبا على قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة. أزمة نقص الغاز في أوروبا فضلاً عن مشكلة الصيانة في العديد من محطات الطاقة النووية الفرنسية، زادت من مخاطر عدم قدرة بريطانيا على تأمين الغاز الذي تحتاج إليه، أو واردات الكهرباء التي تتلقاها عادة من دول مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا. السلطات البريطانية بدأت في تطبيق القطع المبرمج للتيار الكهربائي لمواجهة نقص إمدادات الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فيما باتت أحياء باريس عاصمة النور في ظلام دامس لساعات على مدار اليوم في ظل تفاقم أزمة الطاقة التي تضرب أوروبا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ارتفاع درجات الحرارة في الصين تسبب في استخدام الطاقة الكهربائية بشكل أكبر نتيجة استخدام المكيفات وانقطاع الكهرباء، مما أدى إلى زيادة الضغط على شبكة الكهرباء وتعطل التيار الكهربائي في بعض المناطق في البلاد، فيما تضطر بكين إلى استخدام محطات الفحم بصورة أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة. جزيرة صقلية في إيطاليا تعاني انقطاعاً متكرراً للكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة مجدداً، وقالت وكالة الحماية المدنية في صقلية إن درجة الحرارة في بعض مناطق شرق الجزيرة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية، كما عانت بعض المناطق القريبة من مدينة كاتانيا في الشرق من انقطاع الكهرباء الذي عزاه المسؤولون إلى موجة الحر غير المسبوقة. وفي الولايات المتحدة نصحت السلطات المواطنين في عدة ولايات بتوخي الحذر والحيطة في وقت يعصف فيه الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بشبكة الطاقة في بعض أجزاء البلاد، كما حثت السلطات في ولاية كاليفورنيا ولوس أنجلوس وغيرها من الولايات بالحد من استخدام مكيفات الهواء وضبطها على درجة حرارة تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية بغرض تجنب الانقطاع المحتمل للكهرباء. طبعا احنا معانا الدكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئة العالمي وأمين عام اتحاد الخبراء البيئة العربي. دكتور مجدي مساء الخير عليك. خير، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. عايزين نتكلم عن أزمة الطاقة العالمية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وبعدها. هي يعني نقدر نقول أزمة الكهرباء أكثر منها أزمة الطاقة. هو شبكات الكهرباء في كل دول العالم تقريبا تأثرت تأثرا كبيرا بتطلق عليه الحمل الكهربائي. هذا الحمل الكهربائي له قدرة للشبكات الضخمة التي تنقل عبر الدول لها قدرة على التحمل، فطبعا كون ان كل البشرية عايزة مراوح
دكتور مجدي الصوت مش واضح. تقريبا لم يحدث تقريبا، يمكن لاول مره تواجه البشريه هذا النوع مما يطلق عليه التكيف الاجمالي الجماعي على الكون، على كل سطح الكره الارضيه. ودي النقطه الاخطر في الموضوع، ان حمل الاستهلاك الطاقه سقطت به شبكات الكهرباء، وده وضع طبيعي، يعني هيشيلوا ايه ولا ايه؟ ال 12 مدينه على مستوى العالم، يعني اقربها لينا يمكن يكون اسطنبول في فرنسا وباريس وايطاليا، حتى مكه والمدينه، يعني حجم الحراره الشديده والرياح والاتربه والغبار اثر تاثيرا كبيرا على الشبكات هناك. الجزائر يعني حجم الحرائق اللي حصل فيها غير مسبوق، يعني 13 بؤره حريق واخماد 80% منها، وسبع ولايات ما زالت تحت الاطفاء. ان يصاحب كل هذا ظاهره النيم التي تزيد من درجات الحراره في المحيطات وفي البحار، البحرين المتوسط والاحمر والمحيط الهندي، وانه منذ 7 سنوات اخر مره حصلت فيها ظاهره النيمو، وظاهره من ظواهر التطرف الطقس الشديد جدا، خصوصا في الشهور الحاره زي يوليو. ظاهره النيمو دي ليها علاقه بمنخفض الهند ولا دي حاجه ودي حاجه ولا لا؟ ما المنخفضات تاثيرها تبدا بعد التيارات، فالتيارات تبتدي بالنيمو الاول في المحيط الهادي وتنتقل الى جنوب شرق اسيا في التيارات المائيه الاخرى. لكن طبعا انه هذه الظاهره تتكاثر وتكثف في هذه المده الزمنيه، طبعا ده واضح انه سبب ارتفاع درجه حراره، لان في دول زي الدول العربيه مثلا الكويت وغيرها عدت ال 58 درجه. ده فرنسا وانجلترا وعده دول عدت ال 45 درجه. فاحنا بنتكلم على ظاهره غير مسبوقه، يعني انا اعتقد انه لم يحدث في تاريخ تسجيل القياسات المناخيه ما حدث هذا العام 2023، ومتوقع للاسف الشديد انه على الاقل عامين لاربع اعوام ستستمر ظاهره الدفء العالمي نتيجه عده اسباب، اهمها واخطرها الاستهلاك الزائد للطاقه بكل انواعها. ثم انه الحقيقه يعني الاعتماد البشري على الكهرباء بهذا الحجم يحتاج يعني نصف، لا يمكن ضعف الشبكات الحاليه لتتحمل هذه الزياده في المدن والتحول من الريف الى المدن، وحتى المناطق الريفيه كلها دلوقتي وصل لها الكهرباء، وده استهلاكها الكهربائي ده ما كانش موجود في الخريطه قبل كده. فالنهارده الاربنايزيشن او التحول من الريف الى المدينه جعل كل دول العالم مدن، والمدن دي يعني طرق، يعني كهرباء، يعني وقود، يعني محطات توليد كهرباء. طبعا ده زاد من الازمه، لكن لازم نعترف ان التغير المناخي فرض نفسه، وانه هناك بالفعل موجات مناخيه حاده احنا بنسميها اكيوت اكستريم ايفنتس، اللي هي ظواهر مناخيه جامحه. وكلمه جامحه دي لان احنا واخدينها من التسونامي، لو تفتكر التسونامي لما حصل زلزال في قاع البحر وشال مدن بحالها، يعني 700 كيلو شال مدن، محطه نوويه في اليابان وقعت في المحيط الهادي ساعتها. فالتغيرات المناخيه الناس فاكره شويه هوا وخلاص. لا طبعا، ده احنا بنعاني ولسه كمان هنعاني منها اكتر واكتر السنوات الجايه. كل شكر لحضرتك دكتور مجدي علام، مستشار مرفق البيئه العالمي وامين عام اتحاد خبراء البيئه العرب، شكرا جزيلا ليك. طيب السينما دايما للترفيه وللتوثيق، يعني احنا بنشوف افلام بيبقى الغرض منها هو الترفيه وهو التسلية، أفلام بقى كوميدية، أفلام تراجيدي، ولو أن هذه الأفلام برضو هي الأخرى يعني بتوثق هي الأخرى من خلال التصوير في بعض الأماكن، فبتبقى برضو للتوثيق. وفي أفلام تانية بتتكلم بقى عن تاريخ دول، عن صراعات، عن نزاعات، عن ثورات، كل هذه الأمور بتبقى السينما في هذا التوقيت معنية بالتوثيق. هنتكلم طبعا عن فيلم اوبنهايمر اللي قالب الدنيا على السوشيال ميديا خلال الكام يوم اللي فاتوا، لانه اكتشفوا ان في غلطه، يعني اللي اكتشفها الجمهور بالمناسبه، ويعني هي ما هياش كبيره قوي، ده من وجهه نظري طبعا، لكن اكيد النقاد ليهم راي اخر. بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم عن هذا الموضوع.
حديث الأوساط السياسية والفنية الكل بيتكلم عنه فيلم أوبنهايمر، طبعا قصة الأب التاريخي للقنبلة الذرية روبرت أوبنهايمر كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي. ليه؟ الفيلم بيتكلم بيتحدث منذ نشأته حتى وصوله عشان يبقى في النهاية عالم كبير جدا عنده القدرة على استخدام الذرة والعلم المحيط بها لصنع أسلحة الدمار الشامل. من هنا جت الإشادة بالفيلم، وبالمناسبة الفيلم حتى هذه اللحظة في أيامه الأولى عامل إيرادات قد إيه؟ 100 مليون دولار. متخيلين الرقم عامل إزاي؟ لكن النقاد والسوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة كان ليهم رأي مختلف شوي بعد الخطأ التاريخي اللي اكتشفوه في مشهد من مشاهد هذا الفيلم. عالم الولايات المتحدة الأمريكية موجود في هذه الفترة، المفروض أنه هو طبعا زي ما انتم شايفين في الصورة في 50 نجمة، دي طبعا النجوم دي اللي هي عدد الولايات. في هذا التوقيت ما كانتش لسه ألاسكا وهاواي اتضموا للولايات المتحدة الأمريكية، فكان في هذا التوقيت كام؟ 48 نجمة. لكن هم لما عدوا النجوم، يعني شوفوا بقى الدقة بتاعت الجمهور لما يحط في دماغه حاجة، يعني عدوا النجوم اللي هي مش باينة دي عدوها، وشافوا بقى ان دي مشكلة كبيرة ودي سقطة ما ينفعش تكون موجودة في فيلم كبير زي ده. على كل إن احنا عايزين نعرف رأي النقاد في هذا الموضوع، معنا الناقد الفني عصام زكريا عشان يكلمنا عن هذا الموضوع. يا أستاذ عصام مساء الخير عليك. مساء النور، أهلا بيك. من وجهة نظرك قبل طبعا ما نتكلم عن الفيلم وتقييم الفيلم بشكل عام، من وجهة نظرك هل شايف ان دي مشكلة كبيرة؟ لا مش مشكلة كبيرة ولا حاجة، أصل انت فكرة ان انت تعيد تخليق يعني فترة تاريخ قديمة من غير يعني اي خطأ، ده نظريا مستحيلة. يعني اكيد يعني هيبقى في حاجات هتعدي. هو حضرتك قلت الجمهور بتاع السوشيال ميديا ما شاء الله يعني قاعد ايه بيتصيد الاخطاء، وهي مش هتؤثر في خلاص. يعني ايه لا تؤثر؟ صوت حضرتك مش واضح يا استاذ عصام. لا تؤثر على الفيلم يعني من بعيد او قريب، لكن هي ملحوظه طريفه يعني. هي بتؤكد ان الجمهور مركز، فالقائمين بالضبط. على صناعه الافلام اللي زي دي لازم هم كمان يركزوا اعتقد. بالظبط بالظبط، واكيد هوليوود طبعا بتحرص ان هي تبقى دقيقه جدا في الحاجات التاريخيه دي بقدر الامكان برضه. يعني احنا بنتكلم بنقول بقدر الامكان، لانه الدقه التاريخيه بشكل كامل حاجه مستحيله يعني تحصل. طيب يعني هسألك لازم يكون سؤال في حاجه تعدي يعني. طيب هسألك سؤال بشكل مختلف شويه، احنا قلنا ان ايراداته عملت كام لحد دلوقتي في ايامه الاولى؟ 100 مليون دولار. لو كانوا اكتشفوا هذا الخطأ اللي من وجهة نظر السوشيال ميديا هو خطأ كبير جدا، لو كانوا اكتشفوا هذا الأمر في بداية عرض الفيلم، هل كان ممكن يأثر على الإيرادات؟ لا طبعا، لا 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 ما أعتقدش يعني، لأن دي حاجة صغيرة قوي يعني. يعني هي بس للفكاهة يعني كده، لكن هي مش مؤثرة لا في الأحداث ولا في الشخصية، ودي الحاجات المهمة يعني. احنا خلي بالك احنا أي فيلم بنتفرج عليه تلقائي احنا بنفوت اللاواقعيه بتاعته، يعني مفيش فيلم بيضاهي الواقع 100%، لكن هو يا عيني المتفرج متعوده بالاساس على ان هي تستبعد الحاجات اللي مش واقعيه او اللي مش منطقيه. فاي فيلم هنلاقي فيه حاجه مش مظبوطه، هنلاقي في حاجه مش ده الشارع ده مش هو في الحقيقه. لا ده الحي ده ما فيهوش. طب ده لا يؤثر على الاحداث ولا ممكن يخلي الجمهور يعيد التفكير في كل حاجه موجوده في الفيلم؟ يعني هم مثلا بعد ما اكتشفوا حاجه زي دي هم شايفينها حاجه كبيره، ممكن بقى حد تاني يقعد يتفرج على الفيلم مره تانيه عشان بقى ايه يقعد يركز في كل صغيره وكبيره في الفيلم ويشكك كمان في المعلومات اللي موجوده في الفيلم. والله هو طبعا في ناس علقت على بعض الحاجات التاريخيه لكن برضو يظل برضو نفس الكلام ينطبق، انه التاريخ في الاخر مش حكاية واحدة وفي مصادر كتير للتاريخ وفي وجهات نظر في التاريخ. فأي فيلم انت بتتناول فيه فترة تاريخية هيطلع لك ناس وهيشوفوا ان اللي انت عملته ده مش دقيق من وجهة نظرهم،
لانه دي حاجه ضد الطبيعه البشريه ان الناس كلها تتفق على حاجه واحده. خليني اقول لك حاجه، احنا نفترض ان في حدث حصل دلوقتي وكلنا كنا شهود على في 20 واحد في الموقع بتاع، هات ال 20 دول وخلي كل واحد منهم يحكي لك اللي حصل. طبعا لكن انا مش لكن يعني دعني اختلف معاك في النقطه دي، لان احنا مش كتاب تاريخ. طبعا انا معاك في النقطه دي، لكن مش احنا اللي هنكتب التاريخ. لكن لما يكون في تاريخ وفي وقائع قديمه مكتوبه مثلا في روايات، يبقى اعتقد انه يجب ان نتناولها وفق ما كتبها في هذه الفتره. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الفني عصام زكريا، الف شكر ليك. مشاهدينا احنا دلوقتي هنروح لفاصل، لكن بعد الفاصل عندنا فقره مهمه للغايه مع المهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب. هنفتح معاه ملف العقارات اللي موجوده في مصر الايله للسقوط، بالاضافه الى ملف المصالحات على مخالفات البناء. ملف العقارات الآيلة للسقوط، كل فترة مش فترات بعيدة بنسمع عن بنصحى كده مفزوعين على خبر سقوط عقار، وجاري البحث عن نجين أسفل هذا العقار. نكتشف بقى أن هذا العقار زي آخر عقار كده، لما راجل كان بيهد جدار عنده في العقار في الدور الأرضي، فراح موقع العقار كله على الناس اللي فيه. عقار بقى سقوط جزئي لعقار سقوط كلي، مشكلة كبيرة ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن انه كان في بناء مخالف لفترة من الفترات. الناس زي ما بنقول كده بتبني على وش الارض بدون بقى رخصة وبدون بقى يعني لجان هندسية، ومباني مخالفة، هذه المباني مخالفة بارتفاعات كمان. هل هذا الاساس يقدر يشيل هذا الارتفاع العشرة ادوار والخمساشر دور؟ اكيد طبعا ايه؟ مفيش لجنة هندسية، فبكل تأكيد هذا العقار هو مخالف، وطبعا بكل تأكيد بيؤثر على حياة الناس. وانت بتشتري شقة ويجب عليك انك تروح وتتأكد من تراخيص هذه الشقة او تراخيص هذا المبنى، اللي هي مظبوطة ولا لا. دي حاجة من ضمن الحاجات المهمة. احنا واحنا ماشيين بنشوف في بعض الاوقات كده على بعض البيوت المبنية جنب الدائري، بتشوف في بعض الاوقات عقارات يعني ايه، تلاقي مبنى كده وتلاقي التاني جاي كده. دي مش محتاجة بقى اعتقد لا خبير هندسي ولا محتاجة مهندس. طب هذه العقارات ليه ما بتتهدش؟ عشان نحفظ الارواح اللي موجودة فيها. عايزين نعرف ايه اللي تم في هذا الملف، بالاضافه الى قانون التصالح، مع المهندس احمد السجيني رئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس النواب اللي منورنا يا سياده النائب. اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. هل هي المشكله بس في البناء العشوائي والمخالف، ولا في مشكله تانية؟ شوف، هو مساله العقارات الايله للسقوط او التي يتم للاسف يعني سقوطها، هو مكون من مكونات ملف كبير قوي اسمه منظومة العمران في مصر. الملف ده الحقيقة احنا ورثناه، يعني احنا حاليا الدولة الحالية النظام الحالي ورث هذا الملف بكل الآفات والتشوهات اللي فيه. ده مكون بسيط. انا بكرة عندي جلسة الحوار الوطني ان شاء الله هتبدأ في بخصوص المحليات، يعني في اكتر من ملف لكن أنا هشارك معاهم في المحليات. يمكن عايز انتهز الفرصة إن ياريت إن احنا نفتح ونحط على مائدة الحوار الوطني، يعني مع الدكتور ديا والمستشار محمود فوزي، يفكروا يحطوا منظومة العمران. هتقول لي يعني هي مستاهلة قوي كده؟ أقول لك ده هي أم المشاكل. يعني الانطلاقة الحقيقية للجمهورية الجديدة زي ما أنت شايف، يمكن الناس بعضهم مش مستوعبين المدن اللي احنا بنعملها، مش مستوعبين اولويات وفقه الاولويات، وتلاقي بقى السوشيال ميديا كل واحد يعني عايز في نفسه فكره يقولها، وده امر ما عندناش مشكله فيه وقلناها كتير، لكن هي الفكره ان انت محتاج ان انت تستوعب عمقها. بمعنى هكلمك في الجزء اللي انت عملت فيه الافتتاحيه، العمارات اللي بتوع، انت سالت سؤال بسيط جدا ولكن هو محتاج إجابات وأجهزة كتيرة جدا. إيه هو؟ هو ما ينفعش العمارة الآيلة للسقوط دي نخليها ونهدها حماية الأرواح. موضوع بسيط خالص. يعني منطقي يعني. واقف فين بقى؟ ينفع طبعا. مشكلة التنفيذ فين؟ مشكلة التنفيذ في إن أنت تخش جوه
تفاصيله، هي العمارة دي بتاعت مين؟ ولما هطلع الناس اللي فيها هيسكنوا فين؟ ومسؤولية تسكنهم على مين؟ وبكام؟ ماشي. ومين اللي هيهد العمارة دي؟ ولما تتهد الأرض دي تبقى بتاعت مين؟ افرض الملك مش قادر يبني مثلا. شوف شوف حضرتك ال ال فطب والناس عندها استعداد اساسا اللي جوه العماره دي تسيب العماره؟ يا سيدي العماره هتقع عليك. مش مقتنع، مش مصدق، او ما عندوش الملاءه الماليه مثلا، ثقافه، كل حاجه كلها مع بعض. واحد ثقافه ان انا اتعودت على شقتي وعلى بيتي وعلى ثقافه ان سيبها على الله. يا سيدي ونعم بالله، ولكن يعني ما هي طول عمرها انا جيت لقيتها مشرخه وهي ما زالت مشرخه، واخد بال حضرتك ايه الجديد؟ شويه مطره ممكن توقعها، زلزال صغير ممكن يوقع. ادي ده نوع مكون من مكونات الـ 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 السقوط. في مكون تاني بالمناسبه، المكون ده ممكن تكون عقارات اقيمت بتراخيص سليمه، يعني مش كلها مخالف. انا بقول لك هي قسم المشكله. ماشي. البعد الثاني او العنصر او النوع الثاني من المشكله اللي هي ان تكون العماره برضو برخصه، يعني الاول برخصه ولكن ادمت لسبب من الاسباب زي مصر القديمه. انت العمارات المايله اللي انت شفتها دي عمر افتراضي يعني تقصد؟ طبعا طبعا، او اعمال حصلت بجانبها خلت، يعني انت في مصر القديمه في عمارات فعلا مايله، يعني قدام المجمع تلاقي في عمارات مايلة. فده أدي نوع. النوع التاني اللي هي في تراخيص مباني صادرة ليه ولكن بيجي لك نتيجة لغياب الرقابة والحوكمة المفترض تكون موجودة في المحليات. تلاقي حضرتك واحد اشترى محل أو واحد اشترى شقة في الدور الأرضي وبدأ يعمل فيها شوية تعديلات وبيحصل السقوط، واخد بال حضرتك، رغم أن العمارة ممكن تكون كونستراكشن وايز تقدر انها تشيله زي الفل، بس حصل جريمه في المساله دي. وزمان قوي يمكن كان في عماره شهيره جدا، بس انت بقى يعني اسكندريه ولا بتاعت هليوبلس. عماره هليوبلس دي كانت يعني ده كانت حادثه صعبه قوي، وكانت بسبب ان في اعمده اتشالت وغيرها وغيرها. فده نوع تاني. مين المسؤول عن دي؟ قولا واحدا الحي واتحاد الشغالين، الاثنين مع بعض. اتحاد الملاك يعني؟ اتحاد الملاك، لان هو لازم يوقف. في عماره مالهاش اتحاد ملاك يبقى الحي، ادي مشكله كمان الحي. واخد بال حضرتك ليه بقى؟ هتقول لي طيب والحي يعمل ايه؟ الحي اللي بياخد بلاغ، ومعظمهم الملاك بيقدموا شكاوي وبلاغات. يبقى النوع الاول الحي هيعمل ايه؟ النوع الاول بادجت وايز عايز انت مساله فلوس، عايز دوله تحط اليه معينه، وممكن نرجع نتكلم في حلول. احنا ممكن اشارك في الحوار الوطني في الحته دي؟ هل ممكن مثلا يعني احنا شغالين الفتره اللي فاتت دي على مجمعات عمرانيه كتير؟ نعم. في اماكن كتير قوي وعندنا شقق كتير قوي، هل ممكن احنا عندنا حصر بكل تاكيد؟ هو الحوار الوطني مش حاطط ده على جدول اعماله، ده انا اللي نفسي بطرح فكرة إن مش الموضوع القايل للسقوط، لا، منظومة العمران برمتها موضوع كبير. لا ليه؟ والموضوع ده كمان يا سيادة النائب موضوع جزء عاجل منه. عاجل لازم نتعامل معاه على الفور. شوف منظومة العمران هي البلد، هي 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 الحدث، هي الحدث الأهم، وهي المستقبل وهي الحاضر. يخش فيها رخصة المباني، وقبل رخصة المباني المخططات الاستراتيجية، مظبوط، وبعد المخططات الاستراتيجية المخططات التفصيلية، وآلية الحصول على رخصة المباني، والحيز العمراني، ومفهوم الأرض الزراعية إيه، يعني ملف بيشتغل فيه أربع وزراء برئيس حكومة بأجهزة ببرلمان. يعني موضوع مش هتقول لي لهذه الدرجة، أقول لك أيوة. ما لما انا اجي النهارده يبقى انا تعريفي للحفاظ على الارض الزراعيه في اتجاه وانت في اتجاه، يبقى احنا محتاجين نتحاور عشان يبقى الاتجاه ايه؟ واحد. والديفينيشن بتاع الحفاظ على الارض الزراعيه لما انا ابقى فهمي انا وانت مش مختلفين على الهدف، بس احنا مختلفين في الاليات اللازمه والادوات اللازمه للوصول الى الايه؟ الهدف. انا شايف الامكانيات ايه وشايف الواقع ايه، والامكانيات لما بنظر لها بنظر
بعدين، البعد الأول المواطن وثقافته، والبعد الثاني أدواتك أنت التنفيذية لضبط إيقاع تطبيق القانون. صحيح. طيب الاقتراح اللي كنت بقوله أنا برضو بدي اقتراح، يعني ما عنديش الصورة كاملة ولا عندي الأبعاد للموضوع. قال ممكن مثلا أن الناس اللي موجودين في هذه العمائر نوفر لهم وحدات سكنية من التجمعات الجديدة اللي الدولة بتنشئها خلال هذه الفترة، ويكون لفترة محددة لحين إزالة هذه العقارات، لأن في خطورة عليهم لحين إزالة هذه العقارات، ونشوف بعد كده. يعني كان في مقترح برضو من ضمن المقترحات بيقول أنه في مستثمر يدخل مع المالك عشان يبني له، لأنه ممكن يكون ما عندوش القدرة المالية أن هو يبني بعد ما أزلنا له العقار. صحيح. الجزء الأخير الاقتراح اللي حضرتك قلته ده أحد الطروحات اللي موجودة، بس كلمة السر في إمكانية تطبيق كل الكلام ده هو في الكم والتوثيق registration. ان انا اولا الكم، لو انت مثلا بتتكلم على 50 عمارة على مستوى مثلا الجمهورية، شوف العمارة فيها كم شقة، يعني ده عدد ممكن ايه صندوق التنمية الحضرية واحنا اتكلمنا معاه فيه، اللي هو كان صندوق تطوير العشوائيات، ولما خلص مهمته في تطوير العشوائيات التنمية الحضرية اللي الناس مش برضو مش واخده، الناس بتنسى يا استاذ محمد، ده طبعا لازم نفكرهم طبعا بدي تحديدا، يعني العشوائيات الخطره انتهت في مصر. هو ده ايه بالظبط؟ صحيح. انا كنت بحضر لانه بيحضروا معايا في اللجنه على مدار السنوات، فشايف كل مشروع على حده بيتكلف قد ايه وتحدياته عامله ازاي. خلصنا المرحله دي، فالصندوق بقى اسمه صندوق التنميه الحضريه. أنا الحقيقة في إحدى الجلسات تواصلت مع رئيسه الحقيقة شخصية فاضلة، وقلت له ابدأوا دخلوا مسألة العقارات الآيلة للسقوط، وابدأ بالخالية، لأن بالمناسبة في كم كبير من هذه العقارات غير مأهولة بالسكان، تخيل. طيب دي عايزة سرعة في التنفيذ، عايزة سرعة، وعايزة أنك تعرف أولا المالك، والمالك حتى ما عندوش إمكانية، بس دي بتبقى في أحياء طبعا شعبية وضيقة، لكن تقدر تعمل منها مكون جيد، مكون عمراني جيد. بس عايز تعمل إيه؟ عايز بيزنس موديل. يعني إيه؟ يعني المحافظة تبقى معاك، والإسكان معاك، والبنوك معاك، والجهاز معاك. صح. ليه؟ المزارات السياحية في العالم كله لما تيجي تروح مثلا أي بلد أوروبية، أول حاجة لو أنت طالع مع شركة سياحة، يعني يجي المرشد يقول لك احنا هنروح الأولد تاون بتاعتها، المدينة القديمة. المدن القديمة بتاعتهم دي زي اللي هي الأحياء القديمة اللي عندنا اللي أنا بكلمك عليها. أنا أقدر أعمل من هذه الأحياء أجزاء، واخدك، وإحنا نجحنا فيها في القاهرة الخديوية، ونجحنا في الآثار الإسلامية، عاملين بروتوتايب لحاجات زي كده. لكن أنت عندك في مناطق كثيرة جدا، يعني مثلا اسكندرية كوم الدكة دي فيها آثار، دي من أقدم المناطق. صحيح. واخد بال حضرتك. أنا كنت في زيارة تقصي ميداني لعدد من المحافظات كالعادة، يعني بين كل فترة فكانت في الإسماعيلية، فمحافظ الإسماعيلية قال لي أنا عايز أوديك منطقة شعبية جدا جدا جدا، وكانت صعبة قوي، وإحنا عملنا لها انترلوك وعملوا تطوير فيها ودخلوا انفراستراكشر فيها كامله بنيه تحتيه. فروحت الحقيقه كانت حاجه جيده جدا. لكن المباني مش مدهونه. فقلت له انا كنت في دمياط، محافظ دمياط، واداني منطقه زي كده، ودهنا المباني بالوان الوان متغيره زي اللي انت بتشوفه في الكوره والساحل والكلام ده. حاجه جميله قوي. وقال لي طبعا لازم نعملها. فتخيل بقى حضرتك، قال لي احنا بس مجرد ان احنا نعمل الكلام ده، دي بتبقى مزارات للسياح. فانت تقدر تعمل بيزنس موديل، معادله اقتصاديه الكل فيها ربحان اذا انعقدت الايه الاراده والنوايا. انا سعيد ان انتوا فتحتوا الملف ده في الاعلام في الفتره الماضيه، استمروا فيه، لان احنا بنحتاج معاكم شغل فيه لتشكيل الوعي لدى جميع صناع القرار بما فيهم المواطن. موجودين معاكم. طيب هل احنا عندنا حصر لعدد المباني الآيلة للسقوط واكثر المحافظات مثلا؟ اكثر محافظه طبعا اسكندريه. اسكندريه. لطبيعه انها محافظه قديمه، مياه الجوفيه فيها مرتفعه، شهدت الحقيقه كثير من المخالفات في الفتره الماضيه على مدار ال 30 سنه اللي فاتوا دول، فبالتالي بتحدث فيها حوادث كثيره. طيب. لكن الظاهره موجوده في كل المحافظات القديمه، يعني موجوده في القاهره، وموجوده في الجيزه،
وأنا أسف أن أنا أقول الكلام ده، ومش هتخلص بين ليلة وضحاها. إحنا بننتج، إحنا بنحصد الآن، أنا آسف، إحنا بنحصد الآن أثار الحقيقة، الأفات اللي إحنا تعرضنا لها والجرائم التي ارتكبت في أزمنة أخرى. بس أعتقد أن في ملفات لازم يكون فيها تدخل عاجل وحاسم. من فترة إحنا سمعنا عن مشروع مهم جدا اسمه رقم قومي لكل عقار. صحيح. المشروع ده لو كان اتنفذ أو بدأنا فيه، أنا مش عارف، حضرتك برضو ممكن تفيدني، أهميته في إيه؟ أهميته أن كل عقار هيكون لي رقم بتاريخ إنشائه، بالصيانات الدورية بتاعته، بكل تفاصيل هذا العقار هيكون موجودة. فأنا بقى عندي قاعدة بيانات على أساسها بقى هعرف خلال الفترة اللي جاية مثلا العشر سنين الجايين هل في عقارات خلاص هتبدأ تخرج من الخدمة زي ما حضرتك قلت خلاص عمرها الافتراضي انتهى ولا لا. المشروع ده أعتقد أنه مهم جدا. قانون التصالح وتطبيق ضرائب العقارية بجانب ما يفعله الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، دول كانوا الثلاث أضلاع الأساسية اللي أنت تستطيع أن أنت تنطلق بيها التطبيق اللي حضرتك بتقوله. ليه؟ لأن أنا عندي غالبية كبيرة جدا من العقارات للأسف أقيمت بدون ترخيص. فمش مرئية لدى الجهاز صاحب الجهة صاحبة الولاية، مش شايفة العقار ده. أنت تشوفه لما تيجي تتمشى، أو تشوفه وأنت بتسكن فيه، أو تشوفه وأنت بتشتريه، لكن الجهة الإدارية لا، هي الجهة الإدارية لا ترى أن هذا العقار مقام أساسا على الخرائط بتاعتها، بتعمين كم لوحاته فين، مفيش، هو مخالف. فكان التصالح هنا نواة لأن أنت تبدأ تحقق المشروع اللي أنت بتتكلم فيه. لما التصالح طرح الحقيقة كنا بنفهم الناس الكلام ده. الناس برضو مش متخيلة يعني ايه رقم قومي، مش شايفة ان ده المواطن ما يجيلكش الا اذا كان عنده مصلحة. مش عندنا بس، في كل الدنيا، في العالم كله. اول مصيبة حصلت. فانت بتأسس لبنية معلوماتية زي ما حضرتك تفضلت وقلت، بتحتاج وقت. تصالح النهاردة لما اشتغل وكان عنده بعض المشاكل عملنا قياس أثر، وقياس الأثر ده الحقيقة أنتج عن أن إحنا بقى عندنا رؤية واضحة للتعديلات التي يجب أن تتم في هذا التصالح لتحقيق المبتغى بتاعه. طيب ده عظيم جدا. إحنا عندنا نموذج مهم قوي في بورسعيد. يعني كان في مجموعة من المساكن العشوائية الموجودة في بورسعيد عملوا لها عملية صيانة، واعتقد ان احنا دايما بنسمع كلمة الصيانة، يعني المباني بورسعيد والسويس. والسويس الحقيقة السويس فيها شغل عالي قوي. نعمل لها صيانة. ايه الصيانة اللي ممكن الناس تعملها عشان البيوت بتاعتها ما تبقاش قايلة للسقوط بعد 15 سنين؟ انت بتواجه ان في نوعين من المساكن. في المساكن الغالبة بتبقى ناس بسطاء، واخد بال حضرتك، ناس ما تقدرش تعمل الصيانة فلازم تدخل الحكومة فيها. صحيح. وفي النوع الثاني ان انت بتلاقي حضرتك عندك الابراج اللي هي اقيمت بدون رخصة، وبالتالي اللوحات مش موجودة، ودي طبعا جريمة كبيرة جدا جدا بنعاني وسوف نظل نعاني الى ان انها تكتمل مجهودات الدولة في ان احنا بنجبر هؤلاء القاطنين في تلك الأبراج لأن هم يتقدموا للتصالح. وده كان الماراثون اللي تم في الفترة القادمة ومكملين فيه بالتعديلات الجديدة. بتمنى طبعا تحرك عاجل في هذا الموضوع لأنه بيمس حياة المواطنين بشكل مباشر. كل الشكر لحضرتك. شكرا جزيلا. شرفتنا يا فندم المهندس أحمد سجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أنا شخصيا بحب الناس الرايقة، أحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة ملناش في دول. طبعا احنا عندنا لقاء مهم جدا جدا وخاص للقناة الأولى من العالمين الجديدة، المدينة الساحرة اللي على سواحل البحر المتوسط، مع عملته هدير أبو زيد أجرت هذا اللقاء مع السوبر ستار رامي عياش. رامي من بدايته من سنة 97 لما دخل برنامج مهم جدا لاكتشاف المواهب، وظهر بشكل يعني بانت ان فيه خامة صوت رائعة، صوت جبلي كمان. الراجل حاطط قدامه وديع الصافي وشايف ان ده التارجت اللي هو المفروض يوصل له. واحنا اعتقد ان رامي عياش نجم من الاصوات الجميله جدا اللي شخصيته باينه حتى وهو بيغني. واغنيه بحب الناس الرايقه كمان لما عم عدويه قال ايه وفي كلام رامي عياش، فهو قربك شويه كمان
من رامي عياش. رامي من النجوم المميزين جدا والنجوم اللي بتحب مصر جدا، حتى كان ليه تصريح من فترة مش بعيدة بيقول إن مصر أنقذت مسيرته الفنية. يعني دايما الناس تقول مصر صاحبة فضل، لا لا، بيقول أنقذت مسيرتي الفنية. طبعا هو بيعشق مصر وبيعشق المصريين. هو طبعا موجود دلوقتي في العالمين عشان الحفلة بتاعته. دلوقتي هنروح نشوف هذا اللقاء اللي عملته هدير أبو زيد، ولكن بعد الفاصل. في كل مكان موجودين معاكم من مدينة العلمين الجديدة، أحد أهم وأحدث الوجهات السياحية على شاطئ البحر المتوسط. هنا مصر، هنا الفنون والثقافة والسياحة والترفيه، وتحديدا من أوتيل ريجل هايت في العلمين الجديدة، في حضرة أحد أهم وألمع الأصوات الجبلية القوية الحنونة في نفس الوقت، اللي في سن صغير أصبح واحد من أهم السوبر ستارز في الوطن العربي. كلنا بنحب أغانيه وبنغني معاه وبنحلم معاه. رامي عياش، مساء الخير، منورنا، أهلا بيك في مصر. شكرا على حضرتكم وعلى استقبالكم الحلو دايما، شكرا. كان عندي انترو كبير عايزه اقوله واغاني كتير عايزه اقولها، ومنور العالمين وسعيده ان انت موجود اول مره في العالمين، وعايز اعرف انطباعاتك عن المدينه. تحفه، حلوه كتير، حبيتها من قلبي، حبيت الاعمار اللي عم بيصير فيها بشكل ملفت بصراحه. الاماكن اللي عم تنبنى، يعني انا اي ويش يو اول ذا بيست، ان شاء الله بتصير من المناطق الرياديه بمصر في الوطن العربي ان شاء الله. استوديو الفن والبداية وبقيت سوبر ستار وانت عندك 16 سنة، ده غير ازاي في رامي عياش؟ وكان الناس حواليك بقى يعني عاملين ازاي 16 سنة؟ ده بدري شوية استوديو الفن، مش صح قوي على فكرة. بس ده كان قدرنا وده ربنا هو اللي كاتبه، والحمد لله أكرم علينا في كل، يعني في كل خير، ولسه مستمرين لحد دلوقتي بالأصول وبال يعني بال بالخط اللي بيريحنا. ما تبعنا موجات معينة، ما عملنا شيء خارج عن إرادتنا وحبنا للفن، بقينا على نفس الأصول ومكملين الحمد لله. يعني عندك ستايل في المزيكا، شوية نقول ده الفن القديم الأصيل ودي الصافي، وشوية نلاقي مزيكا مختلفة وتجارب موسيقية غريبة. عندك ماكس كده زي ما كنت بقول، ما سبتنيش أكمل كلامي. صوت جبلي قوي في نفس الوقت صوت حنين جدا. الماكس ده ابتدى ازاي؟ نشأته كانت عاملة ازاي؟ ازاي طلع صوت رامي عياش؟ هدير، بحب هذا الميكس لما بيقولوا لي انت طربي شعبي وبذات الوقت بتغني اوبرا لما بدك تغني اوبرا، وبذات الوقت بترقص لما بدك ترقص. هذا الكومبينيشن انا كتير بحبه بشخص بعمري، واليونج جينيريشن كمان بحب هذا الشيء. وبحفلاتي بتلاقي في سماعه بتجي بتسمع طرب، هذا الشيء بالنسبه لي حلو، تجمعي كل انواع الناس، يلي بحب الطرب بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب يرقص بيقدر يلاقي فيكي، واللي بحب الاوبرا وضخامه الصوت بيقدر يلاقي فيكي. هيدي بعتبرها نعمه من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله عم حبت الناس. قريت كتير انه مامتك كانت الداعم اول حد علمك الموسيقى، وهي كانت بتدندن معاك. ازاي شايف موضوع اهتمام الاهل بالمواهب من صغرهم يفرق معاك؟ ما فيش اهتمام اهل ما فيش وصول للشخص، وحتى لو وصل رح يوصل بتعب كتير كبير ومن غير بركة. بتحسي الدعم الأكبر من أهله مش موجود. بتمنى على كل أهل إنه نشوفه في موهبة، مش ضروري فن، رسم، فن، غنى، عزف، إنه يدعموها للآخر. عندك تجربة إنسانية رائدة الحقيقة، عايش للطفولة، عايزك تحكي للناس عنها. عايش طفولة صار عمرها 16 سنة تقريبا، هي من أكبر الجمعيات يلي بتعلم الأطفال مجانا في لبنان، وصلنا ل 2000 طفل تقريبا، ونحن محظوظين إنه الحمد لله كل الفن بيعود ريعه، أنا الإنكم الفن للجمعية، هيدي من
من 14 سنة تحديدا يعني لحديت اليوم، وإن شاء الله مكملين فيها دائما. النشأة في لبنان على وجه التحديد البلد الصغير بالمساحة لكن كبير بناسه وبرموزه وبأهله وبالفن فيه، عشت أكيد في الحروب وعشت جراح كتير في لبنان، إزاي أثرت في رامي عياش وفي تكوينه الفني والإنساني؟ زي أي لبناني. اليوم كنا بالسيري مع أستاذ محسن جابر أنه قداش اللبناني يتحمل وقداش اندعك بالحياة وقداش صار عنده تجارب وقداش بيقدر يتخطى الصعاب بطريقة مبتكرة جدا. فإن شاء الله بيرتاح الشخص اللبناني وإن شاء الله بيرتاح الإنسان العربي بشكل عام. بتحضر ازاي بقى الموسم الصيف؟ يعني الصيف والحفلات وانطلاقة كبيرة طول الصيف، ولسه احنا الصيف مكمل هنا خصوصا في مصر، انت عارف احنا بنقفل متأخر شوية في الصيف. عرفت مؤخرة بصراحة، مع انه انا بجي على مصر من 25 سنة، بس دايما في انه ما شاء الله بيسهروا كتير وبيحبوا السهر كتير. شوي انا بلبنان بطلع بدري على المسرح وبخلص بدري وبصحى بدري، بس هون بمصر تعودنا طبعا على السيستم. ان شاء الله بيضلوا فرحانين ومبسوطين وبيهيصوا وبيفرحوا وبيسهروا، شو بدنا احلى من هيك. حفلات في مصر ليها مذاق مختلف، تفاعل الجمهور المصري معاك وفي الوطن العربي عموما، كل الناس بتحب رامي عياش، تحب اغاني رامي عياش، وانت لسه حلوين مكسره الدنيا، فبتبقى شايف ده ازاي؟ ببقى فخور فيه. يعني لما بتروحي على لبنان بتلاقي مثلا حب الناس لك، هذا شيء بيفرح لك قلبك. بس انا الي وقت طويل انا بمصر وبحس حالي مصري، صدقيني يعني انا بحس حالي مصري بمصر، لانه بيتعاملوا معي على اني ابن البلد وبيحبوني هذا الحب الحقيقي والحب متبادل طبعا. فهذا شيء بفرحني كثير وبيعطيني حافز دائما لاعطي اكثر، وبحب انهم بميزوني انه انا شخص بقدر غني طرب، بس بذات الوقت بنقدر نعمله بستايل يونج جينيريشن. والشعب المصري بعده سميع هدير، صدقيني بعده سميع كتير ومتمسك بالطرب، ولكن طبعا الفن موجات، في موجة بتروح وموجة بتجي. بما انك بتتكلم عن الشعب المصري، اكتر حاجة بتلفت نظرك فينا ايه؟ وبتاكل اكل مصري ولا لا لما تيجي؟ شوفي انا اكلي خضره كتير، يعني متجه للاكل اللبناني اكثر اذا بدك، يعني مش بالضروره صحي، بس بحب انا ابن جبل لاني انا كل شيء زيتون وزعتر وروكا وخضره وبندوره وطماطم، يعني هذا اكلي. انا بحب كتير الاكل الجبلي، بعيد شوي عن الاكل المحشي وهيك، بس طيب كتير يعني حلو. اكلت ملوخيه وحمام ولا لسه؟ طبعا بموت فيهم. انا كل اصحابي بمصر اول ما اروح اول حاجه بيعملوها الملوخيه والحمام، يعني بحبهم بس مش على ديلي بيسز. يعني برامي انت عملت يمكن اكتر من 11 البوم ما شاء الله، ويمكن اكتر من 200 سنجل، وبتصور فيديو كليب لحد دلوقتي، ولو ان مش كل الناس لسه بتصور فيديو كليب، انت اخر حاجه مصورها حلوين حلوين، شايف ازاي السوق الموسيقي دلوقتي بيستقبل الالبومات والسنجل والفيديو كليب؟ عايز أشوف. أنا بعمل اللي بريحني وبعمل المقتنع فيه. لو دايما كل واحد فينا عايز يشوفه بيحصل إيه برا وعايز يلحقه، الناس حتتدمر. لابد من الأشياء الثابتة اللي عنا إياها اللي ما منتخلى عنا أبدا، واللي مقتنعين بيها إنه في ناس جمهورة وفي لإلا ومستمر معنا، نحن بنعمله. بس نلحق إيه الترند؟ ما مش معايا دي. بس أنت عملت حاجات كترند لسنين كتير جدا، خلقتها بس ما لحقتهاش. عملت ترند في الفيديو كليب، الفيديو كليب بقلبي مال كان أول فيديو كليب جريء لرجل شرقي في الوطن العربي. كان إذا فاكرة قلبي مال، كان في شاور أوتسايد أوتدورز، تواز توبلس، شعر مفركش، ما كانش دارج إنه الفنان ما يطلعش مترتب يعني، ودقني طالعة. فكان أول حالة بتحصل، فحصل عليه مشاكل كتير أصلاً واتمنع أسبوعين وبعدين رجعوا. بحب الفيديو كليب، بحسه قصة مصغرة عن الأغنية. أنت كمان بتهتم بمسألة المظهر والأناقة، وأعتقد أخدت مع مجلة سيدتي سنتين ورا بعض ملك الأناقة ببيروت. مذكرة هدير، أنا بحب الترتيب، ما بيهمنيش الفاشن، يعني ما لحقش الموضة برضه. عشان أقول كده بس هنزعل دليل. عارف. لا، الستات ليهم طبعا طقوسهم وأعمالهم والموضة بتاعتهم. أنا دائما أعتقد أنه الرجل هو في ترتيبه،
في الألوان الهادية اللي بيلبسها، يعني حلو الرجال يكون مرتب، ما بعرف شو يعني بالمصري بس متهندم يعني. متهندم، انت فعلا كده جيت مصر كتير. طيب كمان عايز اسالك عن الديوز، وانت عملت كذا ديو كسر الدنيا، مثلا احنا بالنسبه لنا الناس الرايقه العدويه، ومتهيالي مش بس بالنسبه للمصريين تكسرت الدنيا اللون ده، وعدويه ما كانش بيغني غير مع ابنه، وعملت الناس الرايقه، وحتى المزيكا فيها كانت مختلفه عن الشكل الطبيعي بتاعها. انا محظوظ طبعا انه عملت هيدي المشاركه مع استاذ احمد، وطبعا هو انبسط فيها كثير لانه كان له فتره ما كانش عامل شغل او عمل فني، بس ربنا اراد انه يكون العمل ناجح، ونحن اشتغلنا عليه بصراحه هدير يعني من قلبنا. وانا اخترت احمد عدويه لانه لون الاغنيه دي لايق على صوته كثير، وانا بحب الطربي الشعبي، فكانت توليفه حلوه يعني. انا اصلا فكره الديو بحبها، انا بحب الجوين فنتشر، بحب المشاركه بالعمل. بتحضر لاي ديو جديد؟ عندنا 3 ديو مع بالالبوم الجديد، حد مصري حسيبها مفاجاه بس حقول لك بعدين يعني، من اول ناس رح تعرف ان شاء الله. وحد عربي وفيميل ارتست. بتشوف الديو ده نجاحه بيكون ايه العنصر فيه؟ ايه اللي بيشد الناس للديو بيخليها تعيش كمان وقت طويل؟ يعني دلوقتي واحنا بنتكلم عن الناس الرايقه مفيش حد مش حافظها. يمكن الناس تعبت شوي من شكل السوليست، عايزه تشوف مجموعه من الناس مع بعضها، عايزه تشوف شو بيقولوا الميكس، هيدا حابين يشوفوا الميكس بين الفنانين، خصوصا بالناس الرايقه شافوا ميكس في العمر، شافوا ميكس في الصوت، شافوا ميكس في الأداء، وشافوا ميكس بنوع المزيكا عمرك طويل، سو هذا كومبينيشن حلو كتير. انت عارفة انه بتشتغل على كل حاجة بنفسك، بتتدخل في حاجات في الألحان، يمكن معظم الألحان الناس ما تعرفش انها ألحانك، انت أصلا عواد وبيانست، الميكس ده ازاي بيساعدك في شغلك، ولا الناس بتحس انه بتتدخل معهم في الشغل؟ لازم اتدخل، ما انت كنت ساعة بتقولي لهم الكادر كده والمش عارف ايه، لازم واحد يتدخل بشغله حتى لو التيم اللي حواليه كان بروفيشنال وفاهم، بس حلو يتدخل بشغله لحتى يكون صادق وعنده بصمته والناس يوصل لها الاحساس ده حقيقي. رامي عايش بيسمع ايه؟ ايه المزيكا اللي انت بتسمع؟ انا اول شيء اف ام ما بسمعش تقريبا من 10 سنين، ما حتى في محطات إذاعية في لبنان ما عرفش أنها موجودة أصلاً بصراحة، مش تقليلاً لا سمح الله، بس ملتزم شوية بالكلاسيكس اللي أنا ربيت عليهم، ملتزم بالرحابني، ملتزم بكلاسيكيات بيتهوفن وموزار، بحس كل ما سمعت هالنوع من الأغاني كل ما صار عندي وسع أكتر ببالي بالمقامات وبالهارموني وبالدبث تبع الموسيقى، ما بحب الموسيقى تكون سطحية يعني. ومش بتحس انه ده مثلا يعني في أنواع موسيقى معينة بقت موجودة جديدة انت مش أبديتك بيها؟ يعني بسمعها بالحفلات، بسمعها وأنا موجود، بس مش بس تقصد ان أسمعها بصراحة يعني، بسمعها من نجاحها وبحب، وبالعكس نحن عم نعمل خليني معاك، نحن عم نعمل مبروك مبروك، عم نعمل قصة. عارف عندنا هنا في مصر اللي مش بيشغل مبروك في الفرح كأنه ما اتجوزش. نشيد الأفراح. نعيد. That means إنه أنا بحب الكلاسيكي بس أنا يعني مواكب العصر كله. طيب بيبقى عندك يعني أي استعدادات خاصة قبل الحفلات؟ إيه اللي بيخلي مودك حلو قبل ما تطلع الحفلة؟ بيبقى عندك روتين معين قبل الحفلات يعني تعمله؟ يعني بحياتنا ما بقى في روتين معين أو لأنه أوقات مثلا مش بالحسبان تعملي مقابلة مثلا قبل الحفلة. شكرا شكرا يا رامي. قصدي يعني مش متبرمجة كل مرة حاجة مختلفة عن التانية، بس بيبقى الصلاة والهدوء قبل الحفلة لأنه في ناس بتحبك، مسؤولية كبيرة بدك تقدميها على المسرح. طب عايزة كمان أعرف علاقتك بقى جوه البيت عاملة إزاي بالناس، أنت أب عامل إزاي، عندك أرام يعني، أحكي لي بتعامل مع البنات إزاي؟ يعني أرام وأيانا وألارا الله يخلي أولاد الجميع، بس أنا بحاول قد ما في لقي الوقت للعائلة، يعني العائلة عندي شوي أولوية على كل شيء يعني. مين فيهم بتحسوا شكلاً؟ أنا مش هسألك قلب لأنه أنا متأكدة أن أنت أكيد بتحبهم كلهم وده سؤال بيبقى صعب. مين فيهم أكتر حد أنت بتحسه أنه واخد من رامي؟
يعني بتسألي دليدة، بس إنه بس إنه أنا على سواسية يعني مع الكلمة ما عندي تفرقة، سبحان الله. بس البنت أوقات يمكن بتاخد قلب بيا أكتر. أنهي بنت بقى؟ أنت كمان عندك بنتين ما شاء الله، ثلاثة. دليدة معاهم برضو ما نسيت. يبقى دليدة أكيد الأقرب، مش محتاجين نسأل. إزاي بتدعمها في شغلها؟ أنا عارفة أنها كمان هي كان عندها فاشن شوف مصر السنة اللي فاتت وأنت كنت موجود. كان عندها كتير، 3-4 تقريبا. أنا دايما موجود يعني، أنا الدعم الأكبر لدليدة أنا أخوها وأبوها وزوجها وحبيبها وكل حاجة في حياتها ومدير أعمالها وفي كل شيء، بتاخد رأيي بكل شيء. بحب أني أدعم الإنسان تكون عاملة بالمجتمع ويكون حياتها مش بس بيت يعني واهتمام فقط بالبيت، لا، إذا قادرة تنسق بين بيتها وبرا أنا بشجع هذا الموضوع. أنا بهمني أنه الإنسان تكون عم تشغل دماغها بكتير أمور وعب ساعدها بنجاحها وعب دلعها بنجاحها واحتفل بنجاحها. أنت يعني اتجوزت متأخر شوي ولا أنت؟ 30 ما أعتقدش متأخر. أنا بعتقد أنه هذا السن المنطقي للرجل أو للشاب أنه يتزوج، مش أصغر من هيك، مع احترامي لكل اللي عملوا هذه التجارب، لأنه ممكن يكون وصل لمرحلة من الوعي أو الحكمة اللي بيقدر ياخد قرارات معينة، بيقدر يعيش الإنسان أميرة بقراراته، مش لأنه هو ورث من أبوه قادر يعيشها أميرة، لازم يعيشها أميرة من وراء خبرته مش من وراء هو عنده إيه. فأعتقد هذا السن شوي مقبول أنه الإنسان ياخد هاي خطوة. موضوع ملوش علاقة بالنجومية ولا بالفانز والناس، يعني شوية الفانز يبقوا عايزين الفنان دايما طول الوقت شايفينه سينجل. أنا ما بفكر بحد يعني، أنا الفانز بالنسبة لي بحبهم لازم يحبوني مثل ما أنا، بس هذا بصراحة آخر تفكير عندي. أنا العائلة بالنسبة لي هي مقدسة وهي كربيت. إذا في حدا ممكن ما يحبك لأنه صار عندك عائلة هذا شأنه، بس أنا فنان برات البيت وزوج وأب جوات البيت. حد من الولاد أنت شايف فيه موهبة فنية أو شايف أنه كلهم بيحبوا الفن يعني؟ أرام بيحب البيانو، أيانا بتحب البيانو، البيبي ألارا بتحب تصرخ كتير يعني، يعني لا كله بيحب فن بعمرها يعني. بحبوا أجواء الهايصة. بيحضروا حفلاتك، بيسافروا معاك أحيانا؟ أرام عم بحب كتير يكون معي بالاستوديو، عم بحاول شجعه يعني، مش شجعه، عم بحاول انتبه إذا هو بحب الفن أو لا، مش حوقفه ومش حقوله لا، حشجعه والباقي عليه. طب عايزين نتكلم عن موسم الصيف وحفلات الصيف، انت موجود في العلمين وعندك ايه بعد كده؟ علمين في بعد الساحل الاول شهر الجاي حفلتين، وفي حفلة في كايرو كمان رح تعرفي عنهم كلهم. عندي افراح كتير في مصر كتير يعني هدير، نحن تقريبا بالشهر عندنا 3 افراح في مصر مينيموم. ربنا يزيد الافراح عليك يا رب، ان شاء الله يضلوا مبسوطين. وبيسعدني أن يكون أنا جزء من فرحة هالناس بهيدا النهار بالذات يعني، بحب هالميموري نصنعها مع بعض. وعندنا حفلات بالأردن، كويت، أبوظبي، تونس، عراق، لبنان، فرنسا، عندنا برمة كبيرة. طيب كمان فنيا عايز أعرف أنت بتحضر لإيه في الألبوم الجديد؟ هتصور حاجة تانية؟ أنت صورت حلوين عنا 8 أغاني هلأ رح تنزل تباعا أنا ومزيكا ابتداء من الأسبوع الجاي إن شاء الله. فيديو كليبس؟ في فيديو كليبس بينهم أكيد. صورت قد إيه يعني؟ عايزين حاجة إكسكلوسيف كده. صورت 2، صورت أول مبارح، صورت الثاني وحينزل قريب يعني، هو تصور بطريقة عفوية جدا جدا لأول مرة في حياتي يعني، أنت بتعرفيني أنا منتظم شوي بموضوع الفيديو كليب، بس تصور بموضوع عفوي جدا رح تحبه إن شاء الله. الجديد يعني في الفيديو كليب ده موضوع عفوي، ده حاجة جديدة طبعا. هتشوف إن شاء الله. فيش أي حاجة إكسكلوسيف عن الموضوع. طب إيه الأغنية اللي تصورت؟ أغنية من كلمات محمد رفاعي وألحان جون ماري رياشي وتوزيعه. أنت بتكتب كمان يا رامي شو؟ طبعا أكيد، أنا أغنيتي تقريبا بـ90% مشارك بكتبتها إذا أنا ما كنتش كاتبها كلها، ومشارك بالألحان بكل الألحان اللي بعملها، بحب يعني ده المفروض. هلأ في أغنية أغنيتين تاخديها زي ما هي، بس بشكل عام في حد معين، جيل كبير جيل صغير، فكر تعمل معاه دي يعني؟ اختيارك لعدوية كان اختيار ملفت،
ومختلف، في حاجه شبهها بيحاولوا يقلدونا كتير بعدين، بس هو الموضوع مش ده نجاح كبير على فكره، بس مش موضوع اختيار، يعني مش موضوع انا عايز اعمل ديو مع حد عشان ينجح. هي التوليفه كده، فما ينفعش تصنعيها، لازم تخلق زي ما هي. فكل اللي صنعوها من بعدي ما نجحتش عشان مش حقيقية. أنا وعدوية كان الموضوع حقيقي جدا. هو كواليس موضوع عدوية ده جه ازاي؟ كنا بنسمع أغاني أنا وأستاذ محمد يحيى، بوجه له تحية. ف سمعني تقريبا 9 أغاني، قلت له مش ستايل اللي أنا عايزه. فكنا بنمشي، فكنا بنحضر العربية، وهو قال لي، هو أخذ العود وبدندن مش كل من جاله في يوم قرشين، الظاهر كان عاملها لمطرب فعايز ينكزه، شو بتقولوا انتوا يعني، عايز يوصل له رسالة، شو يعني يقول له مسج، يعني يقول له مسج مبطن يعني. فالظاهر كان عنده صديق هو من الفنانين اتغر، فقال له مش كل من جاله في يوم قرشين زيادة ونام على فرشين هيتملع. خلافنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد جوع فعلا. هنا بيوجه رسالة معينة لحد معين، هنا في مصر بنقول كده. قلت له أنا عايز ده، قال لي فعلا؟ ما أنت كلاسي قوي وبتغني شو. قلت له أنا عايز الموضوع ده ولازم نعمله مع أحمد عدوية، بس نكمله في أغنية كده. وتواصلنا من خلال أستاذ هاني محروس، حبيب قلبي هاني، ميت تحية لإلك. من خلاله لأستاذ أحمد ما فيش أسبوع سجلنا الأغنية بصراحة. واحنا بنتكلم عن الاغاني والناس الرايقه، اقرب فيديو كليب لقلبك ايه؟ لو يعني ده سؤال ينفع. قصه حب، عشان واقعي جدا وحقيقي، ما فيهوش لا تكلف ولا تصنع ولا ابدا. احنا رامي تشرفنا ان انت موجود معانا النهارده، ومبسوطين انت موجود في العالمين، وان شاء الله تكسر الدنيا في الحفله، نشوفك تاني في القاهره، ونشوفك تاني في العالمين. شرفت يا هدير، شرفتوا جميعا، بتمنى لك التوفيق لبرنامجك واسعدتيني. شكرا. Thank you so much. سهلا فيكم، اهلا.